بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. Yearly risk transfers nearly always involve eliminating risk, repeated testing, policies and procedures for a response system, accepting a lower profit of if some activities overrun their budget, payment of a risk premium to the party taking on the risk. طيب في ناس بتجاوب B، في ناس بتجاوب A. الناس برضو يعني ممكن تكون بتشوف السؤال أول مرة نتيجة إن هي ما شافتش الكويز، فخلينا نشوف ايه هي الانسر. اقرا السؤال وحاول تجاوب على السريع. هو اللي هي الاستراتيجي بتاعت الريسك شيفت او الريسك ترانسفيرنس، ايه هي من الاربعه دول؟ ايه هي من الاربعه دول؟ طيب الموضوع يعني مش كومبليكيتد قوي، ولكن لو فكرنا فيه ببساطه هي payment of a risk premium to the party taking on the risk. انت بتدفع قيمة ريسك زي انك مثلا تأمن على موظف او تأمن على حاجة، انك تدفع تأمين لشركة تأمين، تدفع بوليس التأمين او قيمة التأمين لشركة التأمين. بارتي تيكينج اون ذا ريسك اللي هي شركة التأمين في الكيس بتاعتنا، وبالتالي الريسك ترانسفيرنس هو ده. الثلاث حاجات دول مش ريسك ترانسفيرنس خالص يا جماعة، تمام؟ فاللي عنده أي مشكلة يقول لي، ما عندوش مشكلة هنجو اون للسؤال اللي بعده. طيب ندخل على السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ To be successful the organization should be committed to address risk management. تمام؟ Just in time before a meeting with major stakeholders of the project proactively and consistently through the project as soon as time and cost estimates are ready as early as possible in the execution phase. طيب بصوا يا جماعه، هي في عباره هنا كانت موجوده عندنا as it is في الماتيريال، ان الريسك should be addressed proactively and consistently through the project. تمام، دي اكثر عباره منطبقه وصح على الكويشن اللي عندي اللي هي B. خلاص، just in time before a meeting with major stakeholders of the project. هي اصلا الجمله دي ملهاش اي محل من الاعراب، وما عدتش عليا حاجه شبه كده قبل كده، ما عدتش عليا ان انا قلت ان انا بعمل الريسك قبل الميتنج مع الستيكهولدرز بتوع البروجكت. بالعكس، ده انا بجيب اصلا الريسك من خلال مقابلتي للستيكهولدرز. يعني انا احد المصادر اللي بجيب منها اعرف منها الريسك ان انا اقعد مع الستيكهولدرز وهم يبتدوا يقولوا لي ايه هي الريسكات المتوقعه، واستخدم معاهم البرين ستورمنج، واستخدم معاهم الدلفي والكلام ده كله. وبالتالي just in time before a meeting with major stakeholders of the project، ده مش حاجه صح، يعني ده مش حاجه معروفه عندنا او بنستخدمها في الريسك. لكن العباره اللي هي صح اللي هي دي. حد عنده اعتراض؟ طيب مضاء للسؤال اللي بعده. Which of the following is the category of external risk؟ ايه من الحاجات دي يا جماعه ينفع يبقى external risk؟ بس ناخد العباره كلها على بعضها، يعني مش معنى انك لقيت حاجه هنا external تبقى دي تنفع اجابه، لازم كل الحاجات اللي مكتوبه تبقى external. لازم كل الحاجات اللي مكتوبه تبقى external. طيب هي الاجابه الصحيحه يا جماعه عندنا هنا B. Regulatory currency changes taxations. Regulatory currency changes taxation. طيب هتقول لي ليه؟ هقول لك كل الباقيين فيهم حاجات internal. كل الباقيين فيهم حاجات internal. فكر كده وشوفها، ولو في حاجة تانية شايف إنها تنفع صح وما فيهاش حاجة internal قول لي عليها. البادجت في الاي في بادجت. حاضر يا باشمهندس محمود، حاضر والله، بس يعني انا برضو يعني بشتغل على تايم. حاضر، يعني هحاول.
بص، هي القصة هنا مش فكرة سيرتين وناون يا باشمهندس عاشور. لا، هي القصة مش الريجولاتوري. الريجولاتوري اللي هي نقدر نقول الإجراءات التنظيمية أو اللوائح التنظيمية اللي ممكن تكون موجودة سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الإندستري بتاعت حضرتك. وبالتالي هي القصة هنا مش قصة سيرتين وأنون أو نون، ولكن هي قصة إن حضرتك ده مصدر خارجي للريسك. أنت مش معنى يعني، هي ممكن تبقى الريجولاتوري نفسها نون، ولكن ينشأ منها unknown parameter يكريت عندك ريسك، ينشأ منها uncertain parameter. تمام؟ يعني مثلا انت حضرتك في قاعده او في قوانين موجوده بتقول والله ان الحاجه دي لازم يتوافق عليها من الجهه الفلانيه. حلو كده؟ طيب انت بقى ممكن يبقى ايه الريسك بتاعك؟ يا ترى هل دي هتبقى نفس الحاجات اللي هيتوافق عليها؟ ولا ممكن يجوا يرفضوا؟ يعني ممكن المواصفه دي يقبلوها ولا ما يقبلوهاش؟ اذا طالما في احتمال او لا، اذا انت عندك هنا ريسك. خلاص؟ فمش معنى ان هي ريجولاتوري وهي سيرتن هي نون يعني ان هي ما فيهاش ريسك. يعني احنا دلوقتي في حد عنده اعتراض يا جماعه ولا نكمل؟ حد عنده اعتراض ولا نكمل؟ اوكي، جون على بعض. The risk rating. The risk rating is calculated by multiplying the probability of the occurrence of a risk times its impact, relative scale on objective, cost times scope or quality if it were to occur. ولا is the sum of squares of the scale values assigned to the estimates of probability and impact. Can't be used to determine whether risk is considered low, moderate, or high. تمام؟ is a commonly used technique for risk avoidance. طيب، أنا دلوقتي قلتهم هم قريتهم، يعني الناس اللي المفروض تكون هي كمان قريتهم، أجاوب ولا ما أجاوبش؟ طيب، الناس كلها هي بتجاوب، فأنا يعني كده بالتالي اديت الفرصة. الإجابة الصحيحة هي الناس كلها عندي هنا حاليًا في إجماع على الـ A، بس كان في ناس تانية بتجاوب غير الـ A. فاللي شايف في إجابة تانية صح يقول لي دي ليه مش صح، يعني يقول لي مثلًا إن هو شايف إن في إجابة تانية صح. C can't be used. ليه can't be used يا باشمهندس محمد؟ أنا دلوقتي عندي أصلًا لما جيت قلت لك لما بنيجي نحسب الريسك بنضرب البروبابيليتي في الإمباكت. وكنا عاملين في الحته دي حاجه اسمها probability impact matrix، وكنا حاطين فوق probability على المحور الافقي وحاطين على المحور الراسي الامباكت، وكنا بنضرب بالفعل الكلام ده، وبناء على الكلام ده بنعمل ريتنج للريسك. Why not be as the sum of squares of scale values assigned to the estimate. طب بص يا باشمهندس كريم، انا عايزك انت تقول لي فين شفت حته السم اوف سكويرز دي، يعني انت جات لك فين السم اوف سكويرز؟ هو بيقول لك هو مجموع مربعات السكيل الفاليو سكيل اساينت مش عارف تو ايه، حاجه ما عدتش علينا قبل كده اصلا. انفليشن يعني تضخم، مش مهندس هيثم؟ انفليشن يعني تضخم. اوكي، تضخم ده اللي هو التضخم النقدي بتاع الدوله. يعني احنا مثلا احنا في مصر حصل عندنا تضخم نقدي رهيب جدا في خلال السنه بتاعت 2016 2017. التضخم النقدي هو ان الحاجه نفسها تبقى هي ولكن سعرها يرتفع بشكل كبير او حتى بشكل مش كبير، مجرد ان سعرها ارتفع فالارتفاع ده يعتبر تضخم. الدكتور معمر بيقول ان اس تي دي ديفيشن، معلش هو الترم بتاع اس تي دي ده مقصود بيه ايه بس؟ ستاندرد ديفيشن؟ تقصد ان ستاندرد ديفيشن سم اوف سكويرز ان اس تي دي ديفيشن. اوكي، ستاندرد ديفيشن. طيب انت عايز تقول ان ده الاجابه بي صح عشان كده، ولا بتوضح بس ان ده عباره عن معادله بتاعت الستاندرد ديفيشن؟ بص يا باشمهندس رشوان، هو الركود حصل نتيجه للتضخم، فلو انت بتصنف الركود هو انهي نوع من انواع الركود؟ هو ركود تضخمي، ولكن احنا حصل عندنا تضخم بالفعل. هي القصه مش قصه ان هو ده مش تضخم عادي، لا ده ركود تضخمي. هو ركود تضخمي ده كتصنيف الركود نفسه اللي هو بنسميه ريسيشن.
تمام؟ لزمير السيشن، اوكي؟ طيب، فاحنا مش هندخل بس في التضخم فتره كبيره. دلوقتي يا جماعه حد عنده مشكله في الانسر دي عشان نخش بس السؤال اللي بعده. هو الدكتور معمر كان بيوضح ان دي عباره عن معادله الستاندرد ديفيشن، صح يا دكتور معمر؟ تمام، ممتاز. شكرا دكتور معمر. طيب ندخل على السؤال اللي بعده يا جماعه. The risk management plan generally includes all of the following except. تمام؟ يعني الريسك مانجمنت بلان بتنكلود كل الحاجات دي ما عدا يا ترى الميثودولوجي ولا definitions of risk probability and impact ولا responses to individual risks ولا probability and impact matrix. طيب الناس بتتكلم في probability and impact matrix وبتتكلم في responses to individual risks وفي ناس بتقول methodology. طب الناس اللي بتختار كل الحاجات دي هل شافت فعلا فاكره الريسك مانجمنت بلان فيها ايه؟ ولا بتجاوبوا كده يعني مجرد شكلها مناسب؟ طيب الناس لو فاكره بالظبط هتلاقي ان كل الحاجات دي موجوده في الريسك مانجمنت بلان except for responses for individual risks. انت في البلان ما بتقولش انت هتعمل ايه في كل ريسك. انت في البلان ما بتقولش انت هتعمل ايه في كل ريسك. انت بتقول حاجات جنرال. حتى احنا واحنا بنتكلم كنا بنقول يا ريت ما نتعرضش للريسكات نفسها واحنا في مرحله البلاننج واحنا في مرحله الديفينيشن اللي هي كانت بلان ريسك مانجمنت. وكنا بنتعرف على الريسكس نفسها في المرحله الثانيه اللي هي ايدنتيفاي ريسكس. وبالتالي انا ما بكونش في البلان ريسك مانجمنت عرفت لسه ايه هي الريسكات عشان ابتدي احط ريسبونس لكل انديفيدوال ريسك. وبالتالي هي دي الحاجه الوحيده اللي مش موجوده. فيما عدا ذلك كل الحاجات دي قلناها فين؟ قلناها في الكونتنت او العناصر بتاعه الريسك مانجمنت بلان. تمام؟ وبالتالي الاجابه الصحيحه هي اجابه سي. حد عنده اعتراض؟ Go on. If a project has a 60% chance of a US $100,000 profit and a 40% chance of a US $100,000 losses, the expected monetary value for the project is 100,000 profit, 60,000 losses. 20,000 profit, 20,000 losses. طيب مبدئيا احنا قلنا في الحاله اللي زي دي احنا بنعمل ايه؟ بنشوف البرانش بتاع البروفيت والبرانش بتاع اللوسز. والبروفيت بالنسبه لي بيبقى مجموع واللوسز بالنسبه لي بتبقى مطروحه. فانا هضرب البرسنت بتاع البروفيت في البروفيت نفسه وهضرب البرسنت بتاع اللوسز في اللوسز نفسها. بعدين هقوم جامع وطارح. ف 60% ب 60 و40% ب 40 يبقى 60 ناقص 40 يطلع لي ايه؟ يطلع لي 20 بروفيت. 20 ايه؟ بروفيت. يبقى الاجابه سي. ها اللي مش فاهم او معترض يقول لي. طيب انطلق. The tools and techniques used in the process of plan risk management plan risk responses includes all except contingent response strategies, risk and impact matrix, the strategies for positive risks or opportunities, واخر حاجه expert judgment. في اجماع على بي. طيب اللي شايف انها مش بي بيقول لي. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. Workarounds are determined during which risk management process? Identify risks, perform quantitative risk analysis, plan risk responses, monitor and control risks. في اجماع على دي. طيب
اللي شايف انها مش بيقول. ننتقل للسؤال اللي بعده. During which risk management process is a determination to transfer a risk made? Identify risks, perform a quantitative risk analysis, plan risk response, monitor and control risk. الناس مختلفة ليه يا جماعة؟ الناس مختلفة. بشوف ان في حاجات بصراحة بتبقى دايركت وواضحة جدا، ومع ذلك بيكون في يعني اجابات بعيدة شوية. بتبقى في حاجات كده ما فيهاش اختلاف، يعني مش تريكي، حاجات مباشرة. ومع ذلك بلاقي برضو الناس بتجاوب إجابة بعيدة شوية. طيب أنا بسألك سؤال ببسيط، بقول لك في أنهي بروسيس من البروسيسز بتاعة الريسك مانجمنت بيتم تحديد الاستراتيجي بتاعة ترانسفير ريسك؟ تمام؟ فهل أنا بعمل ده في الأيدنتيفاي ريسك؟ أكيد لأ. هل أنا ده بعمله في الكوانتيتيف ريسك أناليسيز؟ برضه لأ. ولا ليه؟ يعني لا دي معروفه مش محتاجه، لان انا يعني دي اسمها اناليسيس. انا لسه ما قلتش انا هريسبوند ازاي. دي يا جماعه في الاول وفي الاخر الريسك ترانسفير او الريسك شفت ده في الاخر ريسبونس، دي ريسك ريسبونس، وبالتالي ما فيش ولا واحده منهم هنا ريسك ريسبونس غير السي. المونيتور اند كنترول ريسك المفروض ان انا كنت عملت الريسبونس ورايح اتاكد هي نجحت ولا لا، واتعملت زي ما انا عايز ولا لا. بالتالي ما فيش مجال للاختلاف. يعني هو مفيش مجال هنا ان انا ابقى حاسس ان هي اتلخبط، دي اتلخبط معايا، لا مفيش. يعني هنا المفروض ده سؤال مباشر، سؤال مباشر جدا ما فيهوش اي لا. فانا عندي كده الاجابه هي بلان ريسك ريسبونس. اللي شايف ان الموضوع دوت يعني مش واضح بالنسبه له او مش واصل له يقول لي. طيب ننطلق السؤال العاشر. The process of implementing risk responses, tracking identified risks, monitor residual risks, identify new risks, and evaluating risk process effectiveness throughout the project is called. اللي احنا شرحناه ده انهي بروسيس يا جماعه؟ اللي احنا شرحناه دي انهي بروسيس؟ بلان ريسك ريسبونس ولا كنترول ريسكس ولا ايدنتيفاي ريسكس ولا كوانتيتيف ريسك اناليسيس؟ من الشرح كده من طبيعه اللي احنا قلناه ده. طيب في اجماع على البي، اللي شايف انها مش بي يقول. طيب يا باشمهندس الكلمه اللي مش مفهومه حضرتك ترجمها، اعمل عليها سيرش، اسالني عليها اي حاجه. يعني انت لو لقيتني قلت سؤال وفي كلمه مش مفهومه قبل ما اجاوب السؤال قول لي معناها ايه الكلمه دي يا باشمهندس، هقوم قايل لك. كلمه انفليشن ده التضخم. فكره ان انت مش عارفها ده مش هيكون اي نوع من انواع الاكسبشن عشان ما تجاوبش. طيب مهندس مجدي عبد الرحمن انفليشن از ريسك، طب ده سؤال ولا اجابه ولا ايه؟ يعني قول لي ايه السؤال اللي عايز تساله؟ اذا كان ده سؤال يعني. شكرا مهندس محمود وجدي. كويشن نمبر 3 يا باشمهندس مجدي، السؤال ايه بقى؟ ايه سؤالك انت يا باشمهندس مجدي؟ يعني هل ده استفهام اذا كان الانفليشن ريسك ولا مش ريسك ولا يعني ايه سؤالك انت؟ معلش يا باشمهندس محمد ابو بكر، اوكي لو ده السبب يبقى ما فيش مشكله. حضرتك بمجرد ما تحضر المحاضره او مجرد ما تشوف المحاضره وتراجع الشيت اكيد السكور بتاعك هيختلف تماما. مهندس مجدي انا من دلوقتي مش واصلني سؤالك، من فضلك وضح لي سؤالك. بص يا باشمهندس محمد، اصلا في حاجه اسمها Arabic Aid. Arabic Aid ده ان حضرتك بتطلب ان الامتحان يكون مترجم باللغه العربيه، فحضرتك هيبقى عندك القصه دي مش مشكله خالص، عندك نص الشاشه هيبقى معروف فيه نفس السؤال بس باللغه العربيه. طيب مهندس محمد سليمان بيقول ايه؟ question 6 we add expected monetary value analysis 106 as mentioned in last lecture. طيب برضه ايه السؤال؟ يا جماعه ارجوكم بس يعني احيانا بقرا الجمله ومبقاش عارف انت عايز مني ايه؟ فوضحوا لي بس كده انتوا عايزين مني ايه؟ يعني بعد ما تقول الجمله قول لي انت عايز مني ايه؟ بص يا باشمهندس هو ما بيبقاش كله عربي، هو الامتحان كده كده الستاندرد انجلش، بس هم بيراعوا فكره الدايفرستي وان في ناس بتمتحن بروجكت مانجمنت من كل حته في العالم، فبيقوم جايب لك ترجمه بالاضافه الى الانجلش ترجمه بلغتك انت اللي بتختارها.
في حد بينزل له عربي، حد بينزل له فرنش، حد بينزل له لغه ثانيه وهكذا. فده مجرد تسهيل لحضرتك، عشان لو في معنى استعصى عليك روح في العربي شوف معنى الكلمه دي. لا لا خالص، مش هيكون مكتوب في الشهاده اي حاجه خالص، ده مجرد اوبشن امتحان ملوش علاقه بالشهاده. هيكون نص شاشه عربي ونصها انجليزي يا باشمهندس محمود. ما هو يا باشمهندس ادد فاليو، ماشي كويس، انا كده وصلني سؤالك يا باشمهندس محمد سليمان. حضرتك بتاد فاليو، بس اصلا الفاليو بتاعت اللوسز يعني وانت بتادها بتحطها للسالب لانها لوس، فانت بتحط القيمه دي للسالب تجمعها بس بالسالب. مظبوط يا باشمهندس ثروت، باشمهندس ثروت بيوضح نفس الكلام. In question 3 trick is that inflation could be the answer as a risk. طيب هي مش الفكره في الانفليشن، الانفليشن ما كانتش هي الحته اللي بتوقعك تقصه. تعالوا نرجع لسؤال ثلاثه كده يا جماعه، معلش يعني استحملوني ونشوف ايه هي اللي ممكن توقعك. يعني انا هطلع لك في كل جمله كلمه اصلا انترنال، ده بس كفايه، مش مهم تفهم معاني الكلمه. هطلع لك في كل اختيار حاجة انترنال. طيب تعال ناخد كده رقم واحد. بروجكت ديليز مبدئيا ده انترنال، مش هكمل انا السطر اصلا، انا مش هكمله خلاص. تاني واحدة الوحيدة اللي ممكن يبقى فيها حاجات اكسترنال، لان كل الحاجات دي مش موجودة جوه البروجكت. نيجي لسي ناتشرال ديزاستر، حاجات اكسترنال. ريجولاتوري، حاجات اكسترنال. ديزاين انترنال، يعني ده ديزاين بتاع البروجكت نفسه. نيجي لدي انفليشن، ده خارجي او مش عارفه، خليني مش عارفه. ديزاين بعدها على طول انترنال، يبقى مش محتاج حتى افهم يعني ايه انفليشن، ديزاين دي اصلا انترنال. اوكي نيجي في الاي بوليتيكال ارست دي اكسترنال، بادجت اوفر رانز انترنال، يبقى خلاص انا حتى مش هكمل. يعني انا ممكن مش شرط يا باشمهندس نجدي ابقى عارف المينينج بتاع كل كلمه، بس في الاكزامبل ده تحديدا انت كان عندك كلمه في كل مره تخلي لك الحاجه دي فيها حاجه انترنال، طالما فيها حاجه انترنال بقت مستبعده كانسر. انا عايز اختيار يكون كله حاجات اكسترنال. وضحت يا باشمهندس مجدي؟ بص يا باشمهندس ايهاب، الترجمه بتكون ترجمه للسؤال مش اعاده صياغه بطريقه مفهومه من واحد بتاع اداره مشروع. ممكن تبقى ترجمه قريبه من حرفيه شويه، هي يعني مش حرفيه بالظبط، ولكن في النهايه انت هتقرا جمله مستقيمه مفهومه، ولكن ما هتكونش افضل تعبير عن الحاجه دي كواحد فاهم اداره مشروع. يعني انا لو جبت واحد حلو قوي في الانجليش حلو قوي في العربي وقلت له اكتب الجمله دي باسلوبك انت بحيث انها توصل نفس المعنى في الانجليش، هيكتب صياغه مختلفه شويه ممكن، ولكن في النهايه لا بيأد فاليو العربي. انا شخصيا اي حد الانجليش بتاعه مش بيرفكت انصحه ان هو ياخد العربي، وده لا ليه تكلفه زياده ولا بيأثر على الشهاده بتاعتك ولا بيعمل اي حاجه، يعني خساره انك ما تاخدوش اصلا. تمام؟ حتى لو الانجلش بتاعك اقل من بيرفكت شويه خده، مش هتخسر حاجه. كل حاجه بس ما تخليهوش يعمل لك تشتيت ويضيع وقتك، مش تقعد تقرا السؤال في العربي كله وترجع تقراه تاني في الانجلش، فانت كده هتعمل وقت مضاعف. الجا للعربي في السؤال اللي انت مش فاهمه في الانجليزي، خش على الكلمه على طول اللي انت مش فاهمها او على الحاجه اللي مش فاهمها وارجع تاني بسرعه للانجلش، لان الاساس اللي احنا اتعلمنا بيه هو الانجلش. موضوع اجريكو معلق، تقصد اجريكوم مصنع بتاع دمياط ولا ايه يا باشمهندس مجدي؟ مهندس محمود شوقي مظبوط. لا يا فندم بتطلبه وقت الريجستريشن، وانت بتعمل ريجستريشن بتتسال عايز عربي ولا لا، فحضرتك بتقول اوكي عايز. مظبوط يا فندم. كلير يا جماعه بس عشان ما نقعدش ايه نقطه اكتر من اللازم، الموضوع ده كلير. طيب خلاص يا جماعه قفلنا القصه دي عشان ندخل بس على البريكيورمنت. طيب اوكي بصوا يا جماعه، في نسخه عربي من البينبوك، البينبوك بيبقى فيه نسخه عربي منه ممكن برضه تستعينوا بيها وانتوا بتذاكروا. اوكي طيب وعليكم السلام. أول حاجة يا جماعة لازم نعرفها في البروكيورمنت، يعني إيه البروكيورمنت؟ تمام؟ يعني إيه البروكيورمنت؟ وطبعًا كان في زميل فاضل سألني على العقود وإن إحنا إزاي حضرتك ما خدناش العقود، قلت له هناخدها النهاردة في البروكيورمنت، فهو الجزء اللي بإنكلود العقود هو الجزء
دوت اللي هو البروكيورمنت يعني توريدات. لو حبينا نفهم معنى الكلمه تمام، يعني البروكيورمنت مش مشتريات، البروكيورمنت فكره التوريد حد ذاتها اللي هي السايكل بتاعت التوريد بشكل عام. حتى احنا في اول سلايد بنحاول نديفرنشيت ما بين البروكيورمنت والبرشيسنج، ما بين البروكيورمنت والبرشيسنج تمام. البروكيورمنت هي البروسس الكبيره اللي هي بتاعت ان انا اول حاجه خالص ايه هي الريكويرمنتس بتاعتي، ايه هي السورسنج اكتيفيتيز، ايه هي الماركت ريسيرش، الفندر ايفالويشن، نيجوشيشن. يعني من اول ما بقول انا عايز، طب انا عايز يبقى مواصفات، طيب ابتدي اعمل تندر، ابتدي احط كراسه شروط، ابتدي استقبل الطلبات، ابتدي اقيم الناس اللي هتقدم لي العروض او يعملوا بيدنج في التندر اللي انا عاملها، وانتهاء باختيار المورد اللي المفروض الافضل من حيث السعر ومن حيث الفنيات ومن حيث الكلام ده كله. دي البروسس بتاعت البروكيورمنت. انما البيرشيسنج جاست ان انا اعمل اوردر وريسيف جودز او البضائع، اعمل اوردر وريسيف ايه؟ البضائع بتاعتي. البيرشيسنج جزء من البروكيورمنت، البيرشيسنج جزء من البروكيورمنت، ولكن ما ينفعش اعبر عن البروكيورمنت من عمليه البيرشيسنج. عمليه الشراء بس ان انا اعمل اوردر واستقبل بضاعه، ده مش بروكيورمنت. انما البروكيورمنت حاجه اعم من كده واوسع من كده زي ما احنا قلنا، وهي بتنكلود جواها الايه؟ البيرشيسنج. طيب عندي لما نيجي نشوف بقى عمليه البروكيورمنت في البروجكت، ايه هي البروجكت بروكيورمنت مانجمنت؟ فقال لنا البروجكت بروكيورمنت مانجمنت انكلود بروسيسز نيسيساري تو بيرشيس acquire products, services or results needed from outside the project team. من الجمل المهمة هنا قوي يا جماعة اللي بتحدد لي دي procurement ولا مش procurement، اللي هي ايه؟ from outside the project team. from outside the project team اللي هي من خارج فريق المشروع. عشان ما يختلطش عليك الامر. دايما البروكيورمنت اللي هيميزها ايه؟ ان يبقى دايما يبقى في توريدات. امتى؟ لما يبقى اللي هيعمل لي الحاجة دي حد من خارج فريق المشروع. يعني لو حد من داخل فريق المشروع ما ينفعش تقول عليه ان دي توريده، لا دي حاجه اكتيفيتي تحت المشروع وحضرتك اللي بتديرها. طيب البروجكت بريكيورمنت مانجمنت انكلود ذا كونتراكت مانجمنت اند تشينج كنترول بروسيسز ريكوايرد تو ديفلوب اند ادمنستر كونتراكتس اور بيرشيس اوردرز ايشود باي اوثرايزد بروجكت تيم ممبرز. يعني ان اداره توريدات المشروع بتتضمن اداره العقود بما في ذلك اي تغييرات قد تطرا او مطلوب ان هي تطرا على العقود دي. يعني انت بتدير العقود من جوه البروكيورمنت، وكمان اي تغيير ممكن يطرا على العقود حتى لو التغيير ده منشاه اي حاجه ثانيه في البروكيورمنت، بس ونيفر ان انت هتعمل اي تشينج على عقد من العقود، فده بيخضع لعمليه البروكيورمنت، ده بيخضع لعمليه الايه؟ البروكيورمنت تمام؟ البروجكت بروكيورمنت مانجمنت also includes administering and contract issued by an outside organization the buyer that is acquiring the project from the performing organization اللي هي the seller and administering contractual obligations placed on the project team by the contract. okay. يعني الوضع الطبيعي او الوضع اللي احنا بنتكلم عليه ان انا ابقى مدير مشروع وعندي توريدات جوه المشروع، ان مثلا اعمال النجاره هتقوم لي بيها شركه او مقاول معين من بره المشروع، فده بالنسبه لي توريده، ده بالنسبه لي توريده، اعمال النجاره دي توريده. وبالتالي الكونسبت الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه هو ده. قال لك بقى ده حتى لو حضرتك كنت مدير مشروع لتوريده جوه مشروع اكبر، يعني انت التوريده، يعني مش انت اللي طالب التوريد، مش انت اللي جاي لك مقاول عندك في المشروع، لا ده انت المقاول اللي رايح تعمل شغل في مشروع اكبر. فاداره العقد مع الجهه دي اللي هي طالبه المشروع ده يعتبر بيتم ادارته تحت البروكيورمنت عندك. هنقولها تاني، انا دلوقتي الاكزامبل الاساسي بتاعي اللي انا بتكلم عليه وهو ده اللي انا هعترض طول اداره المشروعات وهو ده اللي هنتكلم عليه على طول، ان حضرتك مدير مشروع وعندك بعض الاعمال او البضائع مع الاعمال اللي المفروض تتنفذ، زي اعمال نجاره، اعمال سباكه، اعمال اي نوع من انواع الاعمال. خلاص؟ فكل واحد هيقدم لك الاعمال دي تحت ادارتك، بس هو سوري يعني
يعني العمل نفسه تحت ادارتك المشروع، لكن هو كمقاول مش تحت ادارتك، ده من بره فريق المشروع. فده بالنسبه لك مقاول او كونتراكتور او بياع او فيندور او وات ايفر اسمه، ده كده بالنسبه لك توريده، حد بيورد لك حاجه في المشروع بتاعك. طب لو كنت انت المورد، انت الراجل مدير المشروع بتاع اعمال النجاره، ففي الحاله اللي زي دي العقد المبرم بينك في الشركه اللي انت فيها والشركه الثانيه اللي المفروض ماسكه المشروع الاساسي، العقد ده بيتم ادارته برضه within knowledge area اللي هي بتاعت ال procurement management. within knowledge area بتاعت ال procurement ايه؟ management. اتمنى الجزئيه دي تكون واضحه. خلاص؟ طيب. قال لك ايه كمان؟ قال لك ان احنا عندنا واحنا بنشتغل في حاجه اسمها negotiation structures اللي هي استراتيجيات التفاوض. في اكتر من استراتيجي ممكن نستخدمها معانا. في حاجه اسمها deadline. يعني ايه deadline؟ يعني ان انت تكون بتتفاوض مع مقاول او مع مورد وتقول له والله شوف الحاجه دي انا اقدر ادفع فيها كذا، انت بقى لو المسائل مش نازله براحتك، معاك ساعتين تفكر فيهم وترد عليا. اذا الديدلاين اللي هم الساعتين دول بقوا بالنسبه له عنصر ضغط، او بقوا بالنسبه لحضرتك اداه تفاوض حطيتها له، لان هو الوقت ده بقى بالنسبه له كمان ايه؟ عايزين يلحقوا ينجز. او انك تبقى تتفاوض مع مورد وتقول له والله انا طيرت النهارده بالليل الساعه 9، ولو سافرت اعتقد الموضوع كده هيتاجل وده هيبقى مش عارف في كذا كذا. ففكره انك تحط ديدلاين لحاجه معينه دي احد استراتيجيات التفاوض اللي ممكن حضرتك تقدر تستخدمها اثناء التفاوض مع الموردين. اكستريم ديماندز، اكستريم ديماندز ده اللي هي ممكن تكون بتستخدمه الست الاصيله المصريه الاصيله لما تنزل تشتري حاجه، الراجل يقول لها مثلا الحاجه دي ب 200 جنيه تقول له هم 30 جنيه. اكستريم ديماند يعني تطلب طلبات اوفر قوي، طلبات مبالغ فيها. والعكس صحيح ده سواء في الفصال، يعني مثلا المورد ده جاي يقول لك الحاجات دي بتتعمل بايه؟ ب 100,000، فتقوم قايل له لا 30,000 بس، يقول لك 30,000 يا باشمهندس هو احنا يعني انا بقول 100,000 تقول 30,000، والله انت بتقول 30,000 عشان نفسك توصل مثلا ل 60 ل 70. فمش لو انت عايز توصل 60 70 ما ينفعش تقول له 60. فبتقوم قايل له اكستريم ديماند طلب اوفر قوي عشان في النهايه توصلوا للنقطه اللي انتوا ايه؟ عايزينها. فدي احد استراتيجيات التفاوض. جود جاي باد جاي، جود جاي باد جاي دي بتستخدم ان يبقى دايما في واحد في فريق التفاوض متشدد، واحد ردود افعاله الى حد ما حاده، واحد تاني بايه؟ بيبقى هادي شويه تقدر تتكلم معاه. اللي احنا ممكن نسميها كده ايه؟ حد يشد وحد يرخي، حد يشد وحد يرخي. وبالتالي الجود جاي بيدخل في الحاله دي على اساس ان هو انقاذ للمورد من الباد جاي، انقاذ للمورد من الباد جاي، يقول له والله انا لو سبتك لفلان الفلاني انت عارف ان هو في التفاوض عامل ازاي بيجزر، فخليك معايا ان الامور تمشي. فده بقى الباد جاي والجود جاي. اوكي. ميسنج مان ليميتد اوثوريتي، ان انت دايما ممكن يكون معاك الصلاحيه الكامله ولكن بتدعي ان دايما في حد سلطه اعلى منك انت محتاج ترجع لها. ده بنسميه الشخص المفقود في التفاوض، اللي هو دايما انا هرجع لرئيس مجلس الاداره، او انا هرجع لرئيس مكتب اداره المشروع، او خلينا ناخد موقف. طبعا انت عارف ان انت بتحاول تعمل نوع من انواع البقر، او ان يكون عندك ستيب فور ذا بيهايند، ان انت ممكن ترجع خطوه للخلف، بس انت عارف انت بتعمل فيها ايه. فده بيبقى احد ادوات التفاوض، ترجع تقول له والله لا ده ما وافقش، والله لا ده بيقول ده كده مش كويس، والله ده بيقول كذا كذا. الراجل ده ما حدش بيقابله ولا حد بيعرف يشوفه لان هو طبيعه وضعه كده، لكن انا دايما بتحجج بيه وبستخدمه في ان انا اكسب مكاسب ثانيه او اتفاوض واحقق حاجات افضل. الاتاك، الاتاك ان حضرتك تقدر تبتدي تيجي مثلا وانت بتستلم الشغل فتبتدي تطلع عيوب ما يعرفش هو مثلا ان هو ايه يعدلها. فتبقى دي كنوع من انواع والله ما هفوت لك الحاجات دي مقابل ان احنا نشوف حاجه. حتى طبعا انا ما اقصدش الاكزامبل ده تحديدا، انا اقصد انكم متفقين مسبقا، بس انت ممكن تعملها في التفاوض اللي بعده. يعني الراجل ده ياخد منك شغل، والله المره اللي فاتت كان عندك مشكله في كذا واتاخرت والناس توصيانا بتوعك تعبونا، ايه انت هنا بتبتدي تطلع عيوب دي وتبتدي تهاجمه في المصادر او المراكز القوى او نقاط القوى بتاعته اللي هو معتقد ان هو داخل تمام. ف يعني ايه تقدر توصل معاه لاتفاق احسن.
withdrawal اللي هو الانسحاب، ان حضرتك تيجي ايه قاعد في قاعده بتاعت التفاوض ومره واحده تقول والله لا الكلام ده ما يمشيش معايا انا مش مكمل. فانسحابك ده بالنسبه للمورد ممكن يتفهم ويترجم بان هو كده الدنيا ضاعت منه او خلاص ما عادش ينفع يكمل او فيكون الانسحاب ده طب خلاص خلاص تعالى انا موافق ما فيش مشكله. تمام؟ فدي احد الاستراتيجيات اللي ممكن تعمل. فيتا كومبلاي دي كلمه اصلا فرنش والعربي بتاعها او سوري مش عربي الانجلش بتاعها هي فاكت از اكومبلشت او اكومبلشت فاكت. يعني ايه اكومبلشت فاكت او فيت كومبلاي؟ اللي هي سياسه الامر الواقع. ان انت النهارده بتتفاوض مع حد شغله اوريدي اتعمل. انت النهارده بتتفاوض مع مقاول او مع مورد الخامات بتاعته على الحيطان والشغل اوريدي مقضينا منه واحد. يعني اكيد التفاوض في الحاله اللي زي دي بسياسه الامر الواقع هو ما هيبقاش بالقوه اللي ممكن يقول اه ولا نتيجه ان هو خلاص رجله جت والامر الواقع بقى حاصل وبقى فيه امر واقع يعني واقع على الارض نقدر نعمل. خلي بالك ان كل الاستراتيجيز دي مش ملك ليك انت كمدير مشروع بس. لا، في اي موقف تفاوض اي حد ممكن يستخدم الاستراتيجي دي. اي حد ممكن يقدر يستخدم يعني ممكن مورد نفسه يستخدم معاك فيتا كومبلاي. فيتا كومبلاي نتيجه ان هو مثلا ايه بقى في شغل اتعمل بالفعل والشغل ده امر واقع ومش هينفع يتغير والشغل ده مش عاجبك. طيب بس في نفس الوقت مش هتعرف يعني تقول له غيره يعني امكانيه التغيير فيزيكالي مش نافعه. تمام؟ فدي ممكن تبقى استراتيجي هو بيستخدمه معاك. ممكن تبقى في موقف تاني انت المقاول وبتستخدم معاك الاستراتيجي وبالتالي مفيش يعني الاستراتيجي مش فاكر على حد. اخر استراتيجي اللي انا بلونها لون مختلف هي فير اند ريزونبل. فير اند ريزونبل دي اللي هي المفروض تكون الاستراتيجي العادله، الاستراتيجي اللي فيها نوع من انواع العدل ومنطقيه بالنسبه للاطراف. وانا ملونها لون مختلف لان المفروض ان دي اكثر الاستراتيجيات نجاحا واعتمادا عليها. هتقول لي طبعا احنا في المقاولات ما بنعملش كده، احنا في المقاولات بنستخدم مش عارف ايه وبنستخدم ايه واهم حاجه ان احنا ندي ايه ونعمل ايه. اقول لك جميل، كل انفايرمنت كل اندستري ليها طبيعتها، ولكن لو عايزين نعمل علاقه طويله المدى ونكسب المورد طبعا انت بتعمل الكلام ده على اعتبار ان عندك بقى موردين كتير تختار اللي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه. بس لو انت في النهايه في عندك شويه موردين في منهم واحد او اثنين كويسين فاثق تماما ان افضل استراتيجي ممكن تتبعها مع الاثنين الكويسين دول عشان يكملوا معاك هي الفير اند ريزونبل. تمام؟ عشان تقدر ان انت تقول والله انا عندي موردين كويسين وتقدر تستخدمهم وتخش بيهم معايا المشروع وانت مطمن. وبالتالي مش النصاحه مش الفقاقه ان انت دايما تجيب اقل سعر والكلام ده كله، لا، الشطاره ان حضرتك تقدر تحقق نجاح دائم ومستدام بسعر كويس. نجاح دائم ومستدام بسعر كويس. طيب دي كده كانت النيجوشيشن استراتيجي. بس حابب اطمن على الصوت يا جماعه، ربما يكون في مشكله في الصوت. هعمل لكم تصويت دلوقتي فتردوا على التصويت بعد اذنكم، لو في اي مشكله في الصوت تقولوا. تمام؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح يا جماعه؟ يا ريت تصويت الصوت. بشكل عام كده مفيش مشكله في الصوت ان شاء الله. انا طبعا بعمل الكلام ده بس عشان انا قافل الشات وخايف المهندس احمد سمير مش افيلبل بحيث ان لو انتوا هتقولوا له بلغني بتعمل كل، انا بطمن بس على الصوت. طبعا في ناس انا يعني معلش خليك ايجابي وشاركنا في التصويت حتى لو اي حاجه. انا ممكن بالنسبه لي تقريبا صوتي يكفوني بس بلاحظ ان في ناس مش بتصوت ومش عارف ليه. ماشي. انا بالنسبه لي معظم دلوقتي احنا بنتكلم في النتيجه يعني حوالي 90 و 50% بيقولوا الصوت تمام. فانا هاند الكل وهنكمل ان شاء الله. الكونتراكتس دلوقتي هنتكلم في العقود. هنتكلم في العقود او في الاتفاقيات او يعني سميها زي ما تسميها. فالكونتراكت بيكون ليه حاجه اسمها اس او دبليو اللي هي ستيتمنت اوف وورك. احنا كان عندنا ستيتمنت اوف وورك دي جات لنا قبل كده في المشروع نفسه، لان كنا بنتكلم على البارت ستيتمنت اوف وورك اللي هي ايه بيان الاعمال بتاعت المشروع. هنا بيان الاعمال بتاعت العقد او بتاعت التوريده. حاطط لك ايه بروكيرمنت بين قوسين. فالمفروض ان كل توريده هتبقى بالنسبه للي هياخدها منك مشروع.
وهيتعمل لها عقد. فكل عقد لازم يكون ستيتمنت اوف ورك. ستيتمنت اوف ورك اللي هو بيان الاعمال الفصليه. قال لك ان each individual procurement I can require a separate contract statement of work. Statement of work of each contract is developed from the project scope statement, project work breakdown structure, and work breakdown structure dictionary. يعني دي المصادر اللي انا بطلع منها ال statement of work بتاع procurement. يعني حضرتك وانت بتعمل ال scope وعملت بقى WS WS dictionary خلاص عرفت ان هنا اعمال النجاره. فاصبحت اعمال النجاره دي انت هتبصيها كلها للمقاول، فطلع بقى الستيتمنت اوف ورك بتاع العقد بتاع المقاول ده منين؟ من الجزء بتاع النجاره اللي في الدبليو بي اس، الجزء بتاع النجاره اللي في الدبليو بي اس. Describe the procurement item in sufficient detail to allow prospective sellers to determine if they are capable of providing the item. Describe the procurement item in sufficient detail to allow prospective sellers to determine if they are capable. يعني حضرتك المفروض تكتب التوريده دي بشكل وافي وكل المعلومات متوفره عشان البروسبكتيف سيلر اللي هو المورد المقترح او المورد المحتمل يقدر يحدد اذا كان هيقدر يورد الحاجه دي ولا ما هيقدرش يوردها. تمام؟ لازم تبقى كلير وكمبليت وكونسايز، يعني لازم تبقى واضحه ومكتمله، يعني كاتب ده كل المفروض يتكتب، كونسايز يعني دقيقه ومحكمه، مفيش مجال فيها للتلاعب. اوكي؟ Can be revised and refined as required as it moves through the procurement process until it is incorporated into a signed contract. اوكي؟ يعني حضرتك ما لم تعمل عقد ويتم توقيعه ممكن ان حضرتك مش هتعمل ريفايز وريفاين للبروكيورمنت دي وتبتدي تحط الديتيلز او تكتب بشكل افضل اللي انت عايزه في البروكيورمنت دي. بس وانس ان انت عملت كونتراكت وبقى سايند حضرتك ما ينفعش تغير غير بتشينج ريكوست. جميل؟ وانس ان ده بقى كونتراكت وبقى سايند ما ينفعش تغير غير بتشينج ريكوست. My type of products or service may be grouped as one procurement item with a single contract statement of work. يعني مش معنى ان دي ايتم يعني لازم يتعمل له عقد لوحده، لا، ممكن بطبيعه الحال ان حضرتك مثلا في شركه عندها اعمال نجاره وسباكه وكهرباء مثلا، فرحت عامل لهم عقد واحد للنجاره والسباكه والكهرباء، فرحت لامم اكتر من ايتم ورحت عامل لهم سنجل كونتراكت ستيتمنت اوف ورك. خلاص؟ Contracts are a legally binding documents, formal agreements, should state or requirements. يعني هي عبارة عن مستندات في الأول وفي الآخر، مستندات قانونية ورسمية لازم تتضمن كل ال requirements. لازم تتضمن إيه؟ كل ال requirements. Depending on the application area, a contract can be also called. يعني هنا ببتدي أقول لك بعض الأسماء اللي ممكن تطلق على الكونتراكت حسب الـ application area اللي إحنا بنتكلم عليها. ممكن تبقى agreement، ممكن تبقى understanding، ممكن تبقى subcontract، ممكن تبقى purchase order، whatever ال meaning، whatever الاسم، بس ال meaning هو ايه؟ هو عبارة عن وثيقة قانونية رسمية تبرم بين طرف وطرف آخر، يتم من خلالها تحديد ايه المطلوب يتعمل ويتم توريده في المشروع. في النهاية هو ده ال meaning. whatever بقى الحاجة اللي ال meaning ده بتاعها يبقى اذا هي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. Contract must be followed and everything provided in it must be done. يعني لازم نبتدي نتابع بقى العقد، وانس ان يبقى في عقد متوقع لازم يبقى في متابعه للعقد ده، ولازم كل حاجه جت في العقد دوت ايه تتنفذ. طيب. Any change must be written and formally controlled and approved by two parties. اي تغيير لازم، اي تغيير ممكن يحصل او مطلوب انه يحصل على ال requirements اللي موجوده في التوريده دي لازم يبقى يتم عمل كنترول عليه وبشكل فورمال كمان، ولازم يتوقع عليه من الطرفين. تمام؟ لازم يبقى الطرفين تم، يعني مثلا لو انا دلوقتي ماضي عقد مع مورد اعمال نجاره وغيرت حاجه في الديزاين تتطلب تغيير في شغله، يبقى لازم اعمل ملحق للعقد دوت احط فيه التغييرات دي، ولازم يبقى ممضي ومتوقع خلاص يبقى احنا ده الشغل اللي هنعمله. Contracts are legal relationships subjects to remedy in course. يعني هي في الاول وفي الاخر هي علاقه قانونيه او هي في النهايه اتفاق قانوني.
خاضع، لان احنا نبتدي لو اختلفنا نروح دي المحكمه. يبقى اذا وانت بتعمله انت عارف ان الحاجه دي وارد ان انت تختلف مع الراجل وتضطر تروح المحكمه، فتبقى بتصيغه وبتعمله بالشكل اللي يتناسب معاك. طيب the project management team may seek support early from specialists in contracting, purchasing, law and technical disciplines. يعني فريق اداره المشروع ممكن يبتدي يطلب دعم من الشؤون القانونيه ومن اداره المشتريات ومن اداره العقود ومن ممكن يكون فريق اداره المشروع ما عندوش الاكسبيرينس الكافيه فيبتدي يطلب الدعم من الناس دي ومن الجهات دي. كل ده عشان يعمل عقد مظبوط. Each contract life cycle and during any phase of the project life cycle. يعني مش شرط ان العقد يا جماعه ينتهي في الكلوزنج، مش شرط ان يكون انتهاء اعمال العقد ده في الكلوزنج، لا ده ممكن اللايف سايكل بتاعت العقد تكون بتنتهي في البلاننج. نتيجة إن أنت كنت عامل عقد استشارات مع جهة ما هتقدم لك بعض الاستشارات في مرحلة البلاننج، بعد البلاننج ما خلص أنت مش عايز المستشار ده في حاجة، فخلاص انتهى العقد بتاع الاستشارات ده في البلاننج. أوكي، depending on the application area, the seller may be identified as، يعني دي برضو كلها شوية مسميات للسيلر اللي هو ممكن نسميه سيلر، نسميه contractor, subcontractor, vendor, service provider, supplier. دي كلها مسميات للجهة اللي بتورد، الشخص اللي بيورد، للكيان اللي بيورد عندي. Depending on the buyer position in the project position cycle، ممكن برضه نقول عليه ده الطرف الثاني يا جماعه، ده اللي هو بيبقى طالب التوريده، الجهه اللي المفروض انا هورد لها او الجهه المفروض هيتورد لها الكلام ده. بيتسمى باير او كلاينت او كاستمر او برايم كونتراكت او برايم كونتراكتور او كونتراكتور او اكواينج اورجانيزيشن او سيرفيس ريكويستور او بيرشيسر. اوكي، كل دول في النهايه بيمثلوا الجهه اللي هتاخد الشغل اللي هيعمله المورد ده. Seller can be viewed during the contract life cycle first as a bidder. يعني هو في الاول خالص بيبقى bidder، من الناس اللي بتقدم عطاءات، يعني مجرد واحد من الناس اللي بيقدموا عطاءات او الايه مش عارف ممكن يكون اسمه ايه بالعربي، يعني في النهايه ده الناس اللي بتقدم. بعدين يبقى selected source، selected source اللي هو وقع عليه الاختيار. بعدين يبقى contracted supplier or vendor اللي هو تم توقيع العقد. يبقى الاول بيدر وبعدين selected source وبعدين contracted supplier or vendor. اللي هو في الاول بيقدم عطاء وبعد ما بيقدم العطاء بتاعه بيتم اختيار واحد فبيكون selected source وبعدين الواحد ده بيمضي معانا يبقى ايه؟ contracted supplier. The seller will typically manage the work as a project if the acquisition is not just for shelf material goods or common products. يعني السيلر او الكونتراكتور او السبكونتراكتور او الفندور او السيرفيس بروفايدر او السبلاير هيدير التوريده دي كعقد، ما لم تكن مجرد توريد بضاعه، ما لم تكن مجرد توريد بضاعه. يعني مثلا لو القصه كلها انا جاي مورد يجيب لي مثلا 10 طن اسمنت فده مش هيبقى بالنسبه له هو مشروع، لكن لو انا جايب واحد يشيل اعمال النجاره واعمال النجاره دي فيها بقى ايه شاشه بتتشري وبعدين يتقطع وبعدين يتصنع وبعدين يتركب وبعدين يتسلم، فاحنا هنا بنتكلم عن ايه؟ عن بروجكت، احنا بنتكلم عن بروجكت. طيب the buyer becomes the customer and this is a key project stakeholder for the seller. يعني الباير ده بيبقى العميل بالنسبه للمورد وبيكون بالنسبه له الكي ستيك هولدر، هو الستيك هولدر الاساسي. طيب the seller the project management team is concerned with all the processes of project management only with this knowledge area. طيب فريق اداره المشروع اللي عند المقاول او اللي عند المورد بيكونوا معنيين بجميع البروسيسز اللي في اداره المشروعات، مش بس النولج اريا بتاعت البروكيورمنت. يعني مش هيكونوا مهتمين، مش هيديروا الموضوع من النولج اريا دي بس، من البروسيس بتاعت البروكيورمنت يعني. لا، هم هياخدوه مشروع كامل بكل البروسيسز اللي فيه. Terms and conditions of the contract become key inputs to many of the seller's management processes. كل الشروط بتاعت شروط والاحكام بتاعت العقد بتبقى بالنسبه لفريق إدارة المشروع بتاع المقاول عبارة عن inputs للبروسيس بتاعتهم. فاكرين احنا لما كنا بنعمل project charter أحد البنود في الانبوتس كانت agreements،
اللي هي العقود الاتفاقيات والايه والعقود. In this section it is assumed that the buyer of an item for the project is assigned to the project team and that the seller is organizationally external to the project team. يعني خلال الدراسة بتاعتنا في البروكيورمنت هنفترض دايما ان احنا الباير وان احنا البروجكت تيم واحنا الباير وان احنا جايين لنا سيلر من بره. يعني السيلر مش موجود معانا، احنا مين؟ احنا الباير يا جماعه. احنا هنفترض كده طول ما احنا بندرس هنا في البروكيورمنت ان احنا الباير، احنا الناس او الجهه اللي هيجي موردين يوردوا لها حاجات. خلاص؟ عشان بس نبقى متفقين، فاحنا البروجكت مانجمنت تيم بتاع البروجكت، البروجكت ده فيه توريدات، احنا اللي هنبقى بنشرف على التوريدات دي وبيجي لنا موردين. يعني احنا مش السيلر، احنا الباير. اوكي؟ It's also assumed that a formal contract relationship will be developed and exists between the buyer. وهنفترض دايما برضو ان في علاقه تعاقديه رسميه بين الباير وبين السيلر. طيب. هنبتدي ندخل دلوقتي على انواع العقود يا جماعه، على انواع العقود. العقود عندي في حاجه اسمها fixed price او بيتقال عليها lump sum، اللي هي كده بالمقطوعيه، يعني بالعربي كده وبلغتنا في مصر بنقول عليها بالمقطوعيه، او يعني كده شيله على بعضها، او حاجه كده اللي هو ايه تيجي تقول والله تعمل الشغل ده كله بكام كده حته واحده. حلو؟ ففيكست برايس يعني انا ببقى محدد انا عايز اعمل ايه واجيب المقاول اقول له والله ده الشغل اللي انا عايز اعمله تعمله كله كده على بعضه بكام. لو هنستخدم يعني لغه كده ممكن تكون بتاعت السوق شويه هنقول الحاجه دي كده شكل براند على بعضها كده ايه بكام. طيب قال لك هي ويل ديفاين سكوب برودكت، يعني لازم يبقى السكوب او البرودكت المواصفات بتاعت الاعمال او نطاق الاعمال او الحاجات اللي هتتعمل واضحه. فيكسد توتال برايس، انا في النهايه هيبقى فيكسد توتال برايس، هيتقال والله الشغل ده هيتعمل ب 1000 جنيه ب 100000 جنيه ب 40000 جنيه في النهايه رقم ثابت. الريسك هنا بيقع يا جماعه على مين؟ على السيلر او على المورد او على المقاول. ليه؟ لانه في النهايه اي حاجه بقى تظهر في النص، اي حاجه في مش عارف ايه تطلع جديده هو ما كانش واخد باله منها مشكلته هو. اي امر يطرا في النص ما كانش منصوص عليه في العقد مشكلته هو. وبالتالي الريسك كله واقع هنا على مين؟ واقع على المقاول او المورد. طيب في ثلاث انواع من الفيكسد برايس، في ثلاث انواع من الفيكسد، في فيرم فيكسد برايس وفي فيكسد برايس انسنتيف فيز وفي فيكسد برايس ويز ايكونوميك برايس ادجستمنت كونتراكتس. تمام؟ دول الثلاث انواع. تعالوا نشوف ايه الثلاث انواع دول وازاي نفرق ما بينهم. اول حاجه الفيكسد، الفيرم فيكسد برايس. قال لك موست كومنلي يوزد كونتراكت تايب از اف بي، يعني ده اكثر نوع من انواع العقود بيشتغل. بيتم تفضيل النوع ده او بيكون مفضل قوي عند المؤسسات اللي هي بتبقى طالبه للتوريده. ليه؟ لان الريسك كله بقى على المقاول والمؤسسات دي ما بتكونش عايزه تشيل ريسك. قال لك اي كوست انكريز دو تو ادفرس بيرفورمانس، لو حصل مثلا ان البيرفورمانس ما كانش زي ما هو مطلوب فالمسؤوليه بتقع على مين؟ بتقع على المقاول. تمام؟ طيب the buyer must precisely specify the product or service to be produced. Okay? To be procured. يعني الجهة الطالبة للتوريد لازم تبقى محددة ايه هي اللي عايزاه بالظبط وبشكل دقيق جدا عشان ما يبقاش في مجال للبس عند الأطراف دي. طيب تاني نوع fixed price incentive fee contract. Okay? هي فيكسد برايس ولكن في حته كده ايه انسنتيف بقدر من خلالها ان انا اكنترول البرفورمانس، كنترول البرفورمانس اقدر ان انا اسمح لي ديفيشن في البرفورمانس ولكن هيبقى في مقابل الكلام ده. ديفيشن بمقابل، ممكن يبقى الديفيشن ده للاحسن او للاقل. ان كان الاحسن فانا بدي انسنتيف للراجل ده، اذا كان الاقل فانا بخصم منه. طيب النوع الثالث، هنا الاول قبل ما ندخل في النوع الثالث يبقى في حاجه اسمها البرايس سيلينج اللي هو سقف،
السعر الحد الأقصى للسعر أو السقف اللي إحنا المفروض بنتعامل معاه. And all costs above the price ceiling are the responsibility of the seller who is obligated to complete the work. يعني إحنا بنبقى حاطين سعر وبنبقى حاطين سعر أعلى. يعني مثلا ممكن أقول حاجة دي أنت هتعملها ب 100,000 والسقف بتاعي كله 120,000. لو جيت قلت لي الحاجة دي زادت عن 120,000 ل 124,000 أقول لك الأربعة دي لزومك أنت مش لزومك. فأي حاجة في النطاق ده بتبقى فوق السقف مسؤوليتك أنت. آخر نوع اللي هو الفيكسد برايس وذ ايكونوميك برايس أدجستمنت كونتراكت، تمام؟ وده بيبقى عبارة عن عقد فيكسد برايس ولكن ممكن يكون ممتد على مدار 3 أو 4 سنين. وبالتالي وارد إن الحاجات اللي أنا بشتغل بيها سعرها يتغير. وارد إن الحاجات الماتيريال اللي أنا بشتغل بيها سعرها يتغير. ففي الحالة اللي زي دي بيبقى فيكسد برايس أه، بس في حاجة اسمها ايكونوميك ادجستمنت هتتعمل للأسعار اللي موجودة هنا عشان نقدر نخليها متوازية مع أسعار السوق. طيب عندي النوع الثاني جينا نقول هو الكوست ريمبارسبل كونتراكت. كوست ريمبارسبل كونتراكت اللي هي بنسميها كوست بلس، أو بتبقى عبارة عن التكلفة زائد أتعاب الراجل ده أو ربح الراجل ده أو رسوم الراجل ده. اللي هو مين؟ اللي هو المقاول او المورد بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا ما بتفقش معاك كمورد على سعر محدد، ما بجيش اقول لك تعالى شوف الشغل اهو واللي بقى هتاخد كام؟ هتاخد كذا، لا، بنتفق على ان احنا الحاجه دي الماتيريالز والحاجات اللي هنشتريها هنقدم لكم الفواتير بتاعتها زي ما هي، واحنا في الاخر لينا اتعبنا سواء كنت هقول لها قيمه ثابته او نسبه من حجم الاعمال. يعني انت جيت دلوقتي اتفقت معايا ان انا اقوم باعمال النجاره في العماره دي، فانا جيت عينت وقلت لك ماشي خلاص احنا هيبقى بالنسبه لنا كوست بلس 20%. يعني ايه؟ يعني احنا هنشتري الكلام ده هقدم لكم بيها فواتير رسميه والرقم اللي هيحصل في النهايه هناخد 20% منه كاتعاب. فلو في النهايه طلعت الرسوم او طلعت التكلفه بتاعتنا 100,000 فاحنا هناخد 120,000. فانت انا وانت مرتضيين الكلام ده. بشرط ان انت لما تيجي تشتري تقوم ببروسس معينه انا بقايل لك عليها، سواء كانت فواتير، سواء كانت مناقصات، سواء كانت ان الموردين دول انا هبقى شايفهم وشايف العقود بتاعتهم، ايا كان. بس في النهايه احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان ده كوست بلس بالنسبه لي. طيب قال لك السكوب از نوت اكزاكتلي ديفاين، يعني مش شرط بقى النطاق الاعمالي يبقى مكتوب ساعتها ومتوضح. هتقول لي طب ما هو انا كمدير مشروع المفروض ابقى اعمل، اقول لك اه، بس مش شرط تكتب كل تفصيله وتبقى دقيق قوي زي قبل كده، انت بتحط خطوط عريضه بس وبتبقى حاطط كده استيميشن اجمالي للموضوع. طيب price is often based on the final costs and the product costs the product will include. اوكي؟ يعني البرايس او السعر اللي انت في النهايه هتشتري بيه كباير مش هيبقى محدد لان انت هتستنى لحد الاخر خالص لما تشوف التكلفه بقت كام. طيب risk is on the buyer. هنا الريسك واقع على مين يا جماعه؟ وعلى الباير. لا، على الباير. لو حصل بقى اي حاجه وقفت الشغل، لو حصل اي حاجه عطلت الشغل، لو ظهر اي عنصر كان غير مخطط ليه، مين اللي هيشيل الكلام ده؟ الباير اللي هو الشركه او الجهه اللي طالبه للتوريد. في ثلاث انواع برضو من الكوست ريبارسبل، هي كوست بلس فيكسد فيز، كوست بلس انسنتيف فيز، كوست بلس اوورد فيز. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف برضو الثلاث انواع دول. قال لك this category of contracts involves payment to the seller for all legitimate actual costs incurred for completed work plus a fee representing seller profit. يعني هي عباره عن ان بيبقى كل التكاليف الليجيتمت اللي هي احنا قلنا عليها مثلا بفواتير، كلمه ليجيتمت يعني رسميه او معتمده او معترف بيها. خلاص؟ انما كل التكلفه الفعليه المعتمده او المعترف بيها انا بدفعها، بالاضافه الى رسوم بتمثل ربح المورد. دفع الى رسوم بتمثل ربح المورد. طيب. قال لك cost reimbursable contract gives the project flexibility to redirect a seller whenever the scope of work can't be precisely defined at the start and needs to be altered or when high risks may exist in the effort.
يعني الكوست امبارسر بيدي لمدير المشروع الامكانيه ان هو يدايركت الايه؟ الشغل بتاع المقاول، ان بدل ما انت مدي المقاول مواصفه وخلاص على كده ومتفق معاه على سعر هو هياخده منك او مبلغ هو ياخده منك اللي هو كان الفيكسد، لا ده حضرتك ممكن في النص تقول له طب هات دي من هنا وديها هنا طالما كله على حسابك، شيل الحاجات دي وكسرها واعمل غيرها مفيش مشكله طالما كله على حسابك. هتقول لي طب ما انا هناك وانا بستلم ممكن اقول له كسر كده، ما قلتش لا، بس في فرق ما بين ان انت تيجي في الاخر تستلم فيطلع غير مطابق فترفض الاستلام، وبين ان انت وانت شغال بعيد بقى عن اي حاجه انت مش عاجبك الشغل ده هتغيره، او انت مش عاجبك انت حصل عندك تغيير او كنت ناسي حاجه معينه في التخطيط او ما كنتش مخطط ديتيلز اعلى فجيت عند الحته دي عمل الحيطه دي وتقول لا لا غير لي اللون هنا، لا 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 اعمل لي مش عارف ايه. الكلام ده ما كنتش هتلاقيه في الفيكسد غير في الاخر خالص لو غير مطابق للمواصفات. طيب انواع بقى الايه العقود اللي هي الكوست امبارسبل. اول حاجه الكوست بلس فيكسد، ده عباره عن ايه؟ ان احنا بنتكلم ان عندنا اتفاقيه او عندنا شغل واعمال معينه اتفقنا ان حضرتك هتعملها لي مقابل انك هتاخد كل التكاليف اللي انت هتكلفها ومبلغ ثابت، ان انت مثلا هتعمل الشغل ده بالتكلفه بتاعته زائد 10,000 ليك انت، خلاص ال 10,000 دي اللي هي الايه؟ الفيكسد فيز بتاعت حضرتك. او ان انت يكون عندك اللي هي طبعا الاورد، الاورد دي قريبه جدا من الانسنتيف، بس كل الفرق ان هنا بتبقى في لجنه او بتبقى في معايير معينه محطوطه للاداء، مجموعه من المعايير محطوطه للاداء بتاعك بناء عليها بنبتدي نصرف لك الاتعاب او الرسوم او المستحقات بتاعتك بناء على انت حققت قد ايه من الكرايتيريا اللي احنا متفقين عليها دي. الكرايتيريا دي ممكن ما تكونش بس حاجات متعلقه بالاعمال اللي بتنفذها قد ما ممكن تكون حاجات متوفره فيك انت، زي نظام البوينتس اللي بيستخدم في المناقصات. في نظام كده البوينتس بيستخدم في المناقصات كاختيار، ممكن كمان يستخدم في الدفع بعد كده نظام شبه نظام البوينتس. او الكوست بلس انسنتيف فيز ده برضه نفس الكلام، بس ده معتمد على ان انا بدي لك انسنتيف اكوردنج للبرفورمانس بتاعك في المشروع دوت، والبرفورمانس هنا مقصود بيه ايه؟ مقصود بيه البرفورمانس المالي، مقصود بيه البرفورمانس المالي. طيب تعالوا كده بقى ايه نشوف كده النوع الثالث من انواع العقود، حاجه اسمها تايم اند ماتيريال. تايم اند ماتيريال دي عباره عن عقود عاديه برضه زي العقود دي، ولكن احنا لما بنيجي نحدد المواصفات بنحدد مواصفات اليونت الواحد سواء كانت اليونت دي تايم او ماتيريال. زي ان انت تقول مثلا ايه، انا والله بحاسب باليوميه او بحاسب بالقطع، ان انت مثلا هنا الشباك بقد كده، تركيب الشباك بقد كده، فانا بتفق على مواصفات تركيب الشباك، ولكن لما بيجي بقى نتفق بنتفق انت عملت كام شباك يبقى دنيتك كده. او ان انا باجي اقول والله انا عندي هنا الساعة بقد كده، الساعتين بقد كده، وهكذا. أنا بجيب مثلا استشاري بيقدم لي خبرات فبحاسبه بالساعة. فده كده تايم بيز أو ماتيريال بيز اللي هي بالخامة بس. فقال لك إن تايم أند ماتيريال كونتراكتس أر هايبريد تايب أوف كونتراكشوال مانجمنت ذات كونتين أسبكتس أوف بوست كوست ريمبرسبل أند فيكسد برايس. طيب فوق يعني الاثنين موجودين معايا في التايم أند ماتيريال، نتيجة إن أنا بقوم أحدد السعر بتاع اليونت وبعدين انا ما اعرفش هم كام يونت، ففكره تحديد سعر اليونت هي دي الفيكسد برايس، انا ما اعرفش هم كام يونت، هي دي الجزئيه بتاعت الكوست ريمبرس. فقال لك كوست از تشارجد ايدن تو ايدنتيفاي تاسكس اوف ان اون جوينج اكتيفيتي زي ريسيرش او تريننج او ايه او كونسلتيشن. سكوب بير يونت از ديفايند، انا بحدد السكوب بتاع كل يونت لكن مش بعمل ده. ريسك از اون ذا باير، الريسك هنا واقع على مين؟ على الباير. ليه؟ لان انا عندي كوست جزء كوست ريمبرسر. سيلر هاز نو انسنتيف تو كنترول كوست. طيب يعني ما عندوش اي حافز ان هو يخليه يعمل كنترول على الكوست. طيب عندي هنا بقى ايه؟ انا لميت لك الانواع كلها في شكل قدامي، ممكن الشكل ده يوضح لك الدنيا فيها ايه. انا عندي ثلاث انواع، فيكسد وتايم اند ماتيريال وان بيرسون، فيكسد وتايم اند ماتيريال اند كوست ان بيرسون.
الفيكسد فيه منه ثلاث انواع والكوست انفستد فيه منه ثلاث انواع تمام؟ والتايم المونيتري اللي احنا قلنا عليه. فقال لك الفيكسد فور ا ويل ديفايند برودكت اور ريكويرمنت، فور ا ويل ديفايند برودكت اور ريكويرمنت. لما يبقى عندك البرودكت بتاعك او البروجكت بتاعك او التوريده بتاعتك السكوب بتاعها والريكويرمنتس بتاعتها معروفه واضحه، يبقى الاحسن تستخدم الفيكسد. ويبقى هنا الفيكسد افيد لك لانه هيقلل الريسك عليك انت كايه؟ كشركه قابله للتوريد. ومي انكلود انسنتيفز؟ اه طبعا مي انكلود انسنتيفز اللي احنا قلنا عليه. طيب الديبارتمنت قال لك بيمنت اوف اكشوال كوست بلس بروفيت. تمام؟ انكلود دايركت اند اندايركت كوست، يتضمن الدايركت والغير دايركت ايه؟ كوست. تايم اند ماتيريال قال لك فيكسد برايس بير يونت وفاريبل كوانتيتي، اللي هو انا عندي اليونت الواحده فيكسد برايس بس الكوانتيتي بالنسبه لي فاريبل. خلاص؟ طيب نيجي كده نبص على الشكل اللي قدامنا ده برضو بيوضح لنا العلاقه ما بين انواع العقود والريسك، انواع العقود وايه؟ والريسك. فانا عندي هنا على اليسار فيكسد برايس في النص تايم اند ماتيريال وفي اليمين كوست ان بارسل. لو جينا بصينا طبعا انا موقع لك وحاطط لك هنا انواع العقود الايه التفصيليه. لو جينا بصينا كده هنا الباير ريسك، الباير ريسك بيكون قليل جدا في حاله الفيكسد برايس وبيكون اعلى في حاله الكوست امبارسنج. على الجانب الاخر وعلى العكس سيلرز ريسك بيبقى هاير جدا في حاله الفيكسد برايس وبيكون لو في حاله الكوست امبارسنج. وقال لك تي ان ام كونتراكتس تيبيكالي انفولف هاير ليفلز اوف ريسك اوف بايرز. تمام؟ خلاص؟ طيب ندخل على برضو كومباريسون ثانيه ما بين الفيكسد برايس ان جنرال والكوست ان بارسل. الفيكسد برايس كونتراكتور اسومز ريسك، يعني الريسك بيكون على المقاول، بينما في حاله الكوست ان بارسل الريسك بيكون على مين؟ على الاونر. في حاله الفيكسد برايس قال لك كونتراكت انكلودز انتسيبيتد بروفيتس، يعني العقد بيتضمن ارباح متوقعه، بينما في حاله الكوست امبارسبل قال لك الكونتراكتور از بيد كوست بلس ان اديشنال اماونت فور اوفر هيد اند بروفيت، يعني العقد نفسه بيكون على التكلفه بالاضافه الى النسبه بتبقى بره القيمه بتاعت الحاجه نفسها، دي بتبقى متفق عليها لوحدها. كونتراكتور از اندبندنت اند بيرفورمز ذا وورك از ات سيز فيت، يعني انت المقاول وهو بينفذ الشغل بيبقى مستقل، انت طلبت منه المواصفات ليك في الاخر ان هو يحققها. فهو بينفذ الشغل بالطريقه اللي هو شايف ان هي المفروض تكون الصح. بينما في حاله الكوست امبوسيبل الاونر بيقدر ان هو يدايركت الشغل في حاله ان هو عايز يعمل ده. اوكي؟ طيب سكوب اوف ورك از كليرلي ديفايند تو انيبل ان اكيوريت استيميت، لازم هنا السكوب يكون كلير. وفي حاله الامبوسيبل مش شرط ان السكوب يكون كلير. change orders by owner increase or decrease the value of the contract، يعني اي حاجه انت بتبتدي تغيرها في حاله الفيكسد برايس ده بيغير قيمه العقد كلها لانك بتعمل عقد جديد او بتعمل ملحق العقد. no change orders لان اصلا انت اللي بتدايركت الشغل ما بقاش في change order، work is performed and paid on a time and material basis. اوكي؟ طيب نبتدي ناخد examples يا جماعه. ناخد اكزامبلز. طيب قبل الاكزامبل كده انا بس عايز افتح كده اشوف اطمن على الناس اخباركم. طيب احنا عندنا دلوقتي كوست بلس، انا دلوقتي بتكلم كوست بلس يا جماعه مش فيكس، كوست بلس. تارجت كوست بالنسبه لي كام؟ 20 كده 210,000. التارجت فيه 25,000. كده التارجت برايس اللي هو الاثنين دول مع بعض يبقى 235,000. شيرنج ريشيو، شيرنج ريشيو دي يا جماعه اللي هي الحته بتاعت الانسنتف، اللي هي يعني ايه شيرنج ريشيو؟ يعني يوم ما يحصل تخفيض في التكلفه نصيب المقاول من التخفيض 20%. يوم ما تحصل زياده في التكلفه نصيب المقاول هيتخصم منه ما يوازي ال 20%. يعني الشيرنج ريشيو نسبه التقاسم بيني وبينك في الزياده او في النقصان هي 20-80، 80 دي بتاعت الشركة و20 بتاعت المقاول. يعني 80 بتاعت الشركة و20 بتاعت المقاول. المقاول نفذ الشغل ده بكوست 200,000 بدلا من 210,000. نفذ الشغل ده بكوست 200,000 بدلا من ايه؟
210 ألف. إذن هو عمل لي سيفنج كده كام؟ عمل لي سيفنج 10. وبالتالي الراجل المفروض ليه 20% من ال 10 دي. المفروض ليه 20% من الايه؟ من ال 10 دي. يعني انا لما اجي احاسبه ادي له كام يا باشمهندس؟ اقوم ندي له ال 200 اللي صرفها، وادي له ال 25 المتفق عليها، وادي له 20% من ال 10 اللي وفرها. يعني توتال ياخد كام؟ ياخد 200 زائد 25 زائد 2، ياخد 227. تعالى ننفذها كده. قال لك سيلر مانج تو سيف اون كوست. كوست سيفنج عباره عن كام؟ 210 ناقص 200 يديني كام؟ يديني 210، يديني 10. طيب يبقى اذا المفروض السيلر هيشير معايا في ال 10 دي بنسبه كام؟ بنسبه 20%. يبقى اذا المفروض الراجل ياخد 25 زائد 2 بالاضافه للتكلفه بتاعتي الاساسيه اللي هي كام؟ كانت 227 اللي هي دي اهي يا جماعه. 200 زائد 27 تطلع كام؟ 227. طيب هفتح كده الشات واسال، في مشكله؟ ال 235 هي عباره عن 210 زائد ال 25 يا باشمهندس. سبب الشيرنج ان انا بستخدم هنا كوست بلس انسنتيف، فالانسنتيف هنا بيعتمد على فكره الشيرنج، ان انت هتشاركني في الخساره وفي المكسب. فده يبقى حافز بالنسبه لك ان انت تقلل لي التكلفه. لما نتفق على 210 وانت تخليها لي 200 يبقى ال 10 دي انا هخليك تستفيد منها عشان اشجعك تقلل لي. وكمان لو زودت لي في التكلفه هشيلك منها عشان اشجعك ما تزودليش في التكلفه. فهي دي الفكره الاساسيه. ان انا بعمل معاك انسنتيف تحفيز عشان المقصود بال 80 ده نصيب الاونر من الزياده او النقصان، وال 20 ده نصيب المقاول من الزياده او النقصان. واضحة يا باشمهندس أحمد؟ ما هو في حال أفسد المواد دي ملهاش دعوة، يعني إحنا هنا يا جماعة بنناقش طبعًا، يعني التوريد فيه بنود كبيرة جدًا في العقود هتتعمل، لكن إحنا مش بنناقش الحاجة، إحنا بنناقش بس الجزء بتاع التكلفة. فحالة ما أفسد المواد أكيد هو هيشيلها، مش محتاجة يعني. يعني أنت برضو المفروض إنك تبقى شايف الدنيا دي. دي مش نسبة التوفير يا باشمهندس، دي نسبة المشاركة في الزيادة أو النقصان. باشمهندس ايهاب انا برد على التعليق بتاعك. 80 دي نسبه المشاركه في الزياده او النقصان بالنسبه للمالك. يعني يوم يحصل زياده في التكلفه المالك مش هيدفع 100% منها، هيدفع 80% منها بس. يوم ما يحصل توفير المالك مش هياخد التوفير ده بنسبه 100%، هياخد 80% من التوفير اللي حصل. اوكي؟ فهي مش نسبه توفير بس، هي نسبه توفير او نسبه ايه؟ يعني نسبه المشاركه في الزياده او النقصان. في حاجة تانية قبل ما ادخل على الاكزامبل التاني، خلي بالكم هناخد كذا اكزامبل وهنفهم منه كذا حاجة. ف يعني نشيل لاخر الدنيا يعني. نقفل الشات وناخد الاكزامبل اللي بعده. أنا عندي برضو كوست بلس انسنتيف. التارجت كوست كام؟ التارجت كوست 150 والتارجت فيه 20. والتارجت برايس كده عباره عن ايه؟ التارجت كوست زائد التارجت فيه يبقى 170. شيرنج ريشيو برضو 80 20. الاكتوال كوست الراجل صرف فعليا كام؟ 160,000. 160,000. طب التارجت كان كام؟ 150,000. اذا هنا في زياده كام؟ 10,000. طب ال 10,000 دي انا ما هشيلهاش كاونر كلها، انا برضو هعلم عليك. هعلم عليك بكام؟ هعلم عليك ب 20% من 10,000. يعني من الاخر انت صرفت 10,000 فعليا ولكن هتاخد 8 بس. تمام؟ طيب تعالى نشوف كده. قال لك سيلر اكسيدد كوست ذن ذي ويل جيت بينيلايزد، هيتعاقب. هيتعاقب بقد ايه؟ هيتعاقب بنسبه الشيرنج من الزياده. نسبه الشيرنج من الزياده، الزياده كانت كام؟ كانت 10,000. طيب نسبه الشيرنج بتاعته 20%، يبقى 20% 10,000 يبقى ايه؟ 2000. طيب المفروض ياخد كام دلوقتي؟ انا هفتح الشات واسالكم. قولوا لي كده المفروض ياخد كام؟ انا شايف الناس فاهمه ما شاء الله، يعني حاطين لي الاجابه الصحيحه. في بعض الناس بتجاوب خطا بس يعني عادي، ده وارد يعني، في ناس ما بتفهمش الموضوع بنسبه 2%. طيب بالفعل اللي هيحصل هو ان انا بس طبعا 160 انا هديله ال 160 زائد 18، مش ال 150 زائد 18.
160 زائد 18 يا جماعه مش ال 150 زائد 18. طيب بذمتك انت يا باشا، انت دلوقتي لو هتحاسبه على 150 خصمت له 2000 ليه؟ لو هتحاسبه على 150 بس، يبقى انت كده عملت ايه؟ مش انت المره اللي فاتت استفدت من ال 8000 اللي وفرها لك، يبقى المره دي هتدفع ال 8000 اللي زادت. صح؟ انت ما بنقولش في الكوست بلس انك مش هتدفع، بنقول انك هتدفع ولكن هتعلم عليه الجزء من اللي انت هتدفعه. يعني انت لما المفروض كنت تدفع 10 فانت هتدفع 8 بس، تمام؟ فالمفروض ان حضرتك دلوقتي تدفع 158 بلس 20 اللي هي هتطلع 178. ممكن طبعا يا باشمهندس محمود انا متوقع السؤال ده منكم وان انتوا هتقولوا الكلام ده، ولكن انت بتبقى بتدير المشروع وبتبقى شايف الدنيا فيها ايه، وكل واحد بيحاول يستغل النقط اللي عنده بحيث انه ما يطلعش خسران. فانت هتبقى عندك النقطه دي وهو يبقى عنده النقطه دي، وديكوا مع بعض شوفوا مين بقى اللي يقدر ايه يتوقع ويدير الموضوع بشكل افضل. معلش يا باشمهندس ممدوح، اسف. معلش يا بس ممدوح نفس حروف محمود فانا ممكن اكون متلخبط. طيب واضحه يا جماعه كده ولا في هنا سؤال؟ واضحه ولا في سؤال؟ تاني بعد اذنك. طيب بص يا باشمهندس، انا كنت متفق على 150 كتكلفه ومتفق على 20 كاجره. خلاص اذا المتفق عليه كله 170. وكنا متفقين على شيرنج ريشيو 80 20، يعني يوم يحصل زياده او نقصان نصيبي انا كاونر منها 80 ونصيبه هو منها 20. طيب الراجل نفذ الحاجات فعليا بدل ما ينفذها ب 150 نفذها ب 160. طيب في الحاله اللي زي دي هو زود 10. هل انا ال 10 دي بقى خلاص انا ماليش دعوه، انا مش هنا في فيكسد، انا هنا في كوست بلس. لاحظ ان النوع بتاعي هنا مش فيكسد، انا النوع هنا في الكوست بلس. فالكوست بلس انا بتحمل التكلفه. لو قلنا كوست بلس وبس اللي هي الكوست ريمبرسبل يبقى انا المفروض اتحملها بدون اي حاجه، لكن انا كنت حاطط بند اسمه ايه؟ بند الانسنتف، وحاطط شيرنج ريشيو بحيث ان لو وفر لي ياخد من اللي وفره، ولو زود عليا في التكلفه يشيل من التكلفه الزياده. خلاص؟ فبقى عندي دلوقتي ايه؟ بقى عندي التكلفه اللي اتصرفت فعليا 160. طيب الفرق كام؟ 10. الزياده كام؟ 10. هو هيشيل كام من 10 دي؟ 20. هيشيل من ال 10 دي 2 اللي هي ال 20%، وانا هشيل ال 80% اللي هي ال 8000. يبقى اذا انا المفروض ادفع كام؟ ادفع 150 زائد 8 زائد 20. 150 زائد 8 زائد 20 اللي هي هتبقى في النهايه كام؟ 178. وضحت كده؟ ما هو احنا قلنا يا جماعه الكوست بلس الريسك بيبقى عالي على المالك، وقلنا الحاجه اللي بتخلي الريسك عالي على المالك اللي هي الايه؟ الفيكسد. صح؟ يتغرم من فلوسه، ما هو كده يعتبر اتغرم من فلوسه، ان انا من الاخر اديت له ال 160 اللي دفعها بس اديت له فلوسه نفسها ال 20 ناقص 2000. هو كده يا باشمهندس تامر يعتبر اتغرم من فلوسه، انا اديته ال 160 اللي دفعها مفيش مشكله، بس عشان انت ما اديتليش الاداء بتاعي اللي انا عايزه اللي هو ال 150 فانا كمان مش هدي لك ال 20 كامله، انا هدي لك 20 ناقص 2000. يا فندم في السؤال هيبقى واضح نوعيه العقد، بس مش شرط يقولها لك دايركت كده، ممكن يقولها لك في وسط الكلام وانت تستنتجها. طبعا الناس هتدي حسب الاتفاق. هو يعني برضو يا جماعه انا ايه مش عايز افتح المجال قوي للاسئله عشان بس يعني الناس ما تفهمش ان ده مجال مفتوح كل اللي يخطر على باله سؤال يساله. نفتح سؤال كده بس مجال نطمن الناس فهمت الاكزامبل ولا لا. المهندس سامح اللي بيقول اكتوال كوست بلس فيز ناقص بناليتي. مظبوط يا باشمهندس. طيب نقفل الشات مره ثانيه وناخد الاكزامبل اللي بعده. طيب ده فيكسد بلس انسنتيف، فيكسد بلس انسنتيف، وقلنا في الفيكسد بلس انسنتيف في حاجه اسمها الايه؟ السيلينج. في حاجه اسمها السيلينج اللي هو الايه؟ السقف اللي انا ما هدفعش اكتر من كده. والسيلينج ده بيبقى بيضم ايه؟ بيضم الكوست بلس الفيز. بيضم الكوست بلس ايه؟ الفيز. طيب انا عندي التارجت كوست 150، التارجت فيز 30، اذا التارجت برايس هو 80، والسيلينج كام؟ 200. يعني انا متفق على 180 ولا يمكن ادفع اكتر من 200، ولا يمكن ادفع اكتر من ايه؟ من 200. والشيرنج ريشيو المره دي اختلفت ايه يا باشمهندس؟ 60 40. 60 ايه؟ 40، بحيث ان 60 ده نصيب الاونر و40 ده نصيب المقاول. خلاص؟
طب الاكتوال كوست اللي اتصرفت فعليا كام؟ 210. اكتر من التارجت برايس واكتر من السيلينج. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ اسمع كده اراء الناس. ايه اللي هيحصل يا جماعه دلوقتي؟ في ناس بتقول 200 وناس بتقول 180 وناس بتقول اتحمل هو ال 10، يعني 200 برضه و200 200 هياخد 20. بس ايه ال 20؟ تقصد ال 180؟ لا ماشي ماشي. طيب تعالوا نشوف كده يا جماعه، تعالوا نشوف. قال لك سيلر اكسيدد كوست ذن وي جيت ذي ويل جيت بنلاير اكسس كوست اللي هي تعتبر كام؟ ال 60 150 ما بين الفرق ما بين 150 و210 اللي هي الايه؟ 60. طيب نسبة المشاركة بتاعت الراجل ده في الزيادة دي قد ايه؟ 40 60، يعني المفروض 40% في ال 60 يطلع لي 24 ايه؟ 1000. طيب قال لك السيلر توتال فيز از كام؟ 30 اللي هي ناقص كام؟ 24 يبقى كام؟ 6. خلاص؟ سوري 30 ناقص 24 6 مظبوط. يبقى انا عندي كده هنا التارجت برايس كام؟ المفروض ان انا ادفع للراجل ده كام؟ 216. لحد كده تمام يا جماعه؟ شايفين الدنيا دي؟ رايكم ايه في الكلام ده؟ مظبوط يا باشمهندسين. انا عندي هنا ايه؟ عندي سيلينج، عندي سيلينج. انا عملت الحسبه دي كلها عشان اعرف انا المفروض ادفع له ولا ما ادفعلوش. انا لازم اعمل الحسبه دي حتى وانا عارف ان في سيلينج. ما ينفعش اخد كده، مش يمكن يطلع اللي المفروض ياخده 198 وابقى انا دفعت السيلينج دفعت 2000 زياده. فانا لازم اكالكوليت الحسبه كلها، لازم اكالكوليت الحسبه بنفس الطريقه. وفي الاخر بعد ما اطلع الرقم النهائي اللي هو ده، شايفين الرقم اللي بشاور عليه ده اللي هو 216 دوت اللي هو المفروض ياخده وانا ما اعرفش، اعتبر ان انا ما اعرفش السيلينج، اعتبر ان انا ما اعرفش السيلينج، فهقعد احسب واشوف الرقم ده. وفي الاخر خالص اللي يتقارن بالسيلينج هو الرقم النهائي. يعني 216 دي اللي تتقارن بالسيلينج. احنا حسبناها يا باشمهندس بدماغنا كده، اقول لك مفيش مشكله. بس في النهايه، بس في النهايه المفروض ان حضرتك تكالكوليت عشان تمشي صح. خلاص؟ وبالتالي يبقى هو برده مش هياخد الا الايه؟ الا ال 200. انا حسبت الحسبه دي عشان اقارن الرقم النهائي بالسيلينج. ولو لقيته اكتر من السيلينج هديله ايه؟ السيلينج بس. لو لقيته اقل من السيلينج هديله الاقل، لان انا في النهايه هدفع الاقل سواء السيلينج او الرقم الثاني. طيب انا احسب لو اقل من السقف ياخد على الحسبه، لو اكتر من السقف يبقى السقف. مظبوط يا باشمهندس، باشمهندس زكريا. باشمهندس محمود قال نوت بي مور ذان ذا سيلينج، صح؟ سيلينج 17 صح. مهندس مصطفى بيقول طب ليه ما خصمش 210 ناقص 80؟ فين 210 ناقص 80؟ ناقص 180. بص يا باشمهندس، احنا هنا بنتكلم عن الكوست، بنتكلم عن الكوست كمصاريف اتصرفت فعليا. يعني انت عارف الراجل ده اصلا ان كده يعتبر اصلا بيته اتخرب خالص. الراجل ده ما خدش من الفيز بتاعته ولا مليم، ما خدش من الفيز بتاعته ولا مليم، وكمان التكلفه اللي المفروض هو دفعها كلها اتخصم منها 10000. تمام؟ وبالتالي انت هنا بتتكلم ان الكوست بس اللي هو صرفه اللي هو كان المفروض يبقى 150 هو خلاه 210. فالراجل اتحرم من ال 30000 واتحرم من 10000 من ال 210 اللي صرفه. فبقى عنده هنا كام دلوقتي؟ بقى الراجل دافع من جيبه 10000 وما خدش ولا مليم. ما هو يا باشمهندس انت متفق على فيكسد برايس، بس انت مش فيكسد برايس مطلقة، أنت حاطط فيها حتة انسنتف عشان أنت كمان تستفيد لو التكلفة قلت. يعني لو كان صرف دلوقتي 130 أنت كنت هتدي له ال 150؟ لا، هتدي له ال 130 وال 30 اللي هي الأتعاب بتاعته، وتدي له 40% من ال 30 من ال 20 اللي وفرها. تدي له 40% من ال 20 اللي وفرها. في الحالة دي كان هياخد 8000 كمان كنوع من أنواع الانسنتف ليه؟ أقول له بيها شكرا أن حضرتك وفرت لي ال 12000 الباقيين. تمام؟ لا، هو خسرته اكتر من 16، انا في وجهه نظر الراجل ده خسران 40000. خسرته بالظبط بالظبط باشمهندس سامح مات. الراجل ده خسران 40000. لا، العوامل تؤدي للخساره ده كده اوت اوف سكوب بالنسبه للمحاضره بتاعتنا يا باشمهندس.
يعني حضرتك بتتكلم بس نفهم الحسابات والعقود والتكاليف ماشيه ازاي شويه والله. فمسكين فاهم والله يا باشمهندس، بس هو عمل في نفسه كده، هنعمل له ايه؟ احنا متفقين على 150 وهو جاي ينفذ ب 210، اكيد يعني الدنيا بالنسبه له هتبقى كده. ندخل على السؤال اللي بعده. عندي برضو فيكسد بلس انسنتيف، فيكسد بلس انسنتيف. التارجت كاست 200,000، التارجت فيه 50,000، التارجت برايس كده هو مجموعهم اللي هو 250,000، الشيلنج 60 40، الاكتوال كوست كام؟ 250، السيلينج كام؟ 260. متابعين ومركزين؟ متابعين ومركزين؟ 200,000 تكلفة، 50,000 أتعابه، 250,000 المجموع، نسبة الشيرنج 60 40، التكلفة الفعلية اللي اتصرفت، الكوست الحقيقي اللي اتصرف 250، السيلنج 260، يا ترى هنعمل إيه؟ سيبك من إن هو ياخد كام، ما تقول لي هنعمل إيه، خلينا نمشي الخطوات بقى مع بعض. المفروض دلوقتي إن أنا متفق على 200 وهو صرف 250، كده في فرق كام؟ فرق 50. ال 50 دي المفروض ان نصيبه منها هو 40%، يعني 20,000. حلو كده؟ يعني كام؟ يعني 20,000. فالمفروض ان انا اشيله من ال 50 الزياده دي 20، يعني انا هدفع كام بس؟ هدفع 30 من ال 50 الزياده. خلاص؟ يعني 30 زائد 200 يبقى كام؟ يبقى 230. 230 وهو ليه كام؟ ليه 50. يبقى 280. طب السقف بتاعي كام؟ 260. يبقى المفروض هو ياخد ال 280 ولا ال 260؟ تمام، تعالوا نشوف. قال لك سيلر اكسيدد كاست، they will get penalized. الفرق كام يا جماعه؟ ال 50. طيب يبقى اذا نصيبه من الخساره دي كام؟ 40% اللي هي ال 20. يبقى اذا المفروض ان السيلر توتال فيز اللي هي المفروض انا هسقطها مثلا من الفيز بتاعتها اللي هي 50، اللي هسقط منها الايه؟ ال 20، هيبقى ليه 30 بس. طيب 30 بلس كام؟ بلس ال 250 اللي هي اتصرفت فعليا، اللي هي هتبقى كام؟ 280. خلاص؟ طيب في الحاله اللي زي دي لسه انا عندي سيلينج، مش هقدر اديله ال 280، انا هديله السيلينج بس. The seller will get only the ceiling cost اللي هي كام؟ 260. طيب هنا في حاجه مش واضحه، الناس تقول لك خسران 40,000. طيب هو المفروض فعلا ان هو كان ياخد 250,000 التكلفه بالاضافه ل 50,000 اللي هي الاتعاب، يعني المفروض كله كان ياخد 300,000 وخد 260، يبقى خسران 40,000. يعني ممكن نقول خد من اتعابه 10,000. بس التارجت ده يا باشمهندس بيوازي التكلفه زائد الاتعاب، لكن لما بنيجي نقول الاكشوال احنا بنبص على التكلفه بس. فلما تقارن، قارن التارجت كوست بالاكشوال كوست، ما تقارنش الاكشوال كوست بالتارجت برايس، لان البرايس بينكلود ايه؟ بروفيت. هل يمكن يكون شيرنج ريشيو للمقاول اكبر من الاونر؟ احنا قلنا الشيرنج ريشيو دي في الاول وفي الاخر هي بالاتفاق، بس المنطق ما بيقولش كده، يعني مش معنى ان هو وفر لي 10,000 ياخد هو منهم 7,000، يبقى انا عملت ايه يعني؟ فاكيد اكيد مش هينفع تعدي كده يعني. هو مين اللي خسران 20,000 يا باشمهندس امين؟ باشمهندس الامين بيقول خسران 20,000، مين بقى اللي خسران 20,000؟ المقاول هنا؟ لا انا خسران 40,000. الفرق هنا يا باشمهندس في الفيكسد برايس ما بين الفيكسد برايس بلس انسنتيف والكوست بلس انسنتيف، فكره السيلينج، فكره السيلينج اللي انت حاططها في الفيكسد، هناك ما كانش فيه في الكوست بلس سيلينج. كنا من زي ما التكلفه بتطلع بنفضل طالعين مع بعض بس بالايه؟ بالريشيو بتاعتنا. لكن هنا انا بطلع بالريشيو بس اول ما تخبط في السقف بديله السقف، ما بديلوش اكتر من السقف.
واضح يا باشمهندس ثروت؟ تمام. هو كان المفروض يا دكتور معمر ياخد ال 300,000، بس هو هياخد ال 260 عشان السقف 260. مظبوط يا دكتور معمر. طيب نكمل يا جماعه؟ نكمل؟ طيب. انا عندي هنا فيكسد بلس انسنتيف والسيلينج 260. التكلفه المستهدفه 200,000. الاتعاب 50,000. التوتال بتاعهم 250. شيرنج ريشيو 60 40. التكلفه الفعليه 200,000. هنا التكلفه مطابقه للمستهدف. التكلفه الفعليه مطابقه للايه؟ المستهدف. حد يقول لي كده بسرعه الراجل ده ياخد كام؟ الله ينور عليكم، 250 بغض النظر عن السقف، لان انا في الاول وفي الاخر ما خبطتش في السقف. انا عندي هنا سيلرز رايت اون تارجت كوست بولز اي. بولز اي يا جماعه اكسبريشن كده، حاجه جانبيه بس كده، معناها ده التعبير بيستخدم لما نكون عارفين الارشري اللي هي بتبقى عباره عن دايره كده جواها دوائر ابيض في اسود والناس بتنشن عليها بالاسهم. اللي بيجيب السهم في الدايره اللي في النص بيقولوا عليه بولز اي، يعني في منتصف الهدف. اوكي؟ فهو هنا يقصد ان التارجت حقق التكلفه بالظبط اللي احنا متفقين عليها، اذا هو بولز اي. اوكي؟ طيب نو انسنتيف نو بيناليتي، يعني لا هديله زياده ولا هديله ولا هعاقبه. السيلر فيز الدنيا كلها واضحه اهي، انا هديله ال 250 رغم ان السقف 260. ليه؟ لان هو ما عداش السقف ولان هو ده حقه. في النهايه هو ده اللي هيعمل. فيكسد بلس انسنتيف، ده المثال رقم 6. انا عندي هنا التارجت كوست 200، التارجت فيه 50، التوتال بتاعه 250، الريشيو 60 40، الاكشوال كوست كام؟ 190. الاكشوال كوست كام؟ 190. السقف كام؟ 290. طيب الراجل ده صرف اقل من التكلفه اللي احنا مستهدفينها، اذا الراجل ده المفروض ياخد انسنتيف. هياخد انسنتيف بانهي نسبه؟ 60 40. يبقى المفروض ال 10 اللي وفرها دي ليه في منها 4,000 بالاضافه الى ال 90 يبقى 194، بالاضافه الى الرسوم بتاعته 50 يبقى 244. مظبوط؟ اهو اهو اهو، يبقى عندي كام؟ 244. هل في حاجة مش واضحة؟ في حاجة مش واضحة يا شباب؟ كله واضح؟ طيب أنا كده، أنا طبعًا رغم إن السيلينج 290,000 لكن أخد اللي هو إيه؟ أنا كده خلصت الجزء بتاع محاضرة النهاردة. لو في أي سؤال أنا معاك، طبعًا الجزء المرة الجاية إن شاء الله هناخد بقية البروكيرمنت اللي هي البروسيس بقى نفسها. إحنا كنا خدنا النهاردة إيه؟ انواع العقود، وعرفنا ازاي نحل وازاي نشتغل والدنيا دي كلها. انا معاكم في اي دي كل انواع العقود، بس طبعا في 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 حاجه كده اسمها الفيدك يا جماعه، في حاجه اسمها الفيدك. الفيدك دي توغل بقى ودراسه عن عمق بقى في مجال العقود، اكيد ناس كتير تسمع عنها تعرف. اللي عايز يستفيد يدرس فيدك. تمام؟ احنا اللي بنقول دي الدراسه اللي تلزمنا في اداره المشروعات بشكل عام، لكن اللي هيتخصص في العقود او عايز اكتر في مجال العقود يدرس حاجه اسمها فيدك. اوكي؟ طيب جزاكم الله خيرا. من المسؤول عن تحديد نطاق الاعمال بالكلمه المطلوب في العقد؟ نفس المسؤول عن تحديد نطاق الاعمال بتاعت المشروع، هي هي. لو في تغيير في العقد هل يحتاج سي ار يعتمد من سي سي بي؟ ده اللي هي التشينج كنترول بورد، صح؟ والتشينج ريكوست. طيب طبعا لازم يعتمد من هناك، بس طبعا لازم كمان المورد يوافق يا باشمهندس حاج. لازم المورد يوافق. طيب لو العقد اف اف بي والنطاق تغير في الحاله دي اعمل عقد جديد ولا ايه؟ يتعمل عقد جديد، يتعمل ملحق للعقد. طيب مهندس محي اوكي. رش مهندس رشون بيقول عقد موت اللي هو التشغيل من هو الانتفاع وبعدين التمليك، ينتهي بالتمليك، مش عارف تقصد ايه بالموت. معلش وضح لنا يا باشمهندس رشون. ثانك يو مهندس احمد توفيق. طب ايه عقود الفيدك؟ ما هي العقود الفيدك ده الجزء اللي انا قلت لكم يا جماعه، ده توغل بقى في موضوع العقود، يعني انا بدخل في موضوع العقود بقى عن تفاصيل التفاصيل التفاصيل، ده الجزء اللي يلزمك فيه اداره المشروعات في البي ان بي. اوكي؟ قانون العقود الدولي. اوكي؟ بارك الله فيكم وجزاكم شكرا لك يا باشمهندس. ما تعملش قوي في انواع العقود، ما تعمقش. هو مش ما تعمقش، هو مدي لك انواع العقود اللي انت ممكن تستخدمها بشكل عام، بس احيانا بقى المشاريع لما بتكبر اصلا بيبقى في واحد مختص بالعقود. وده هو اللي بيدرس الفيزيك وعارف الحاجات دي كلها.
جزانا الله واياكم خيرا يا باشمهندس. قال له يوجد شهادات معتمده في الفيزيك. اعتقد ان في حاجه في الفيزيك معتمده. الفيزيك هل ممكن يكون كروست بلاست او ثابت حسب الاتفاق؟ تقصد ايه بالفيزيك؟ الفيزيك ده مجال دراسه العلوم. فمش عارف هتقصد الانواع دي موجوده هناك ولا لا؟ اكيد موجوده هناك. عقود حق الانتفاع مش من ضمن الباب هنا. بص لا يعني هو مش فيش حاجه من ضمن الباب، بس في النهايه عقود حق الانتفاع لا تدار في اطار المشروع. اللي بيدور في اطار المشروع ان انت دايما كنا بنتكلم في ايه؟ ان مسؤوليه اداره المشروع بتنتهي عن تسليم المشروع. بعد كده اداره الجزء ده بيكون تبع الجزء الاوبريشن بتاع الموضوع. انت في النهايه كمشروع بتقوم منفذ الحاجه، لكن مش معقوله مثلا عقد حق انتفاع يقعد 30 سنه يبقى المشروع مستمر معاك 30 سنه. المشروع كان ينتهي بمجرد التسليم. اداره الجزء بتاع الانتفاع ده بقى بيدخل في الاوبريشن. تمام؟ تم الاشتراك في الجروب، اوكي. اي هاف سنت ريكوست، اوكي. الكويز المره الجايه يا باشمهندس. اوت يو لم سم وذ بيل اوف كوانتيتيز اند يونت برايس، ويتش از جفر ذا كونتراكت ان كيس اوف تيرمينيشن ات ذا نيد اوف كونتراكت. Something with bill of quantity, okay, and unit price, okay, which is double the contract in case of termination, the bill of contract. ايه اللي بيحكم العقد في حالة انتهائه في نص العقد؟ اللي بيحكم العقد في حالة انتهائه في نص العقد؟ اللي هيحكمه في الحالة دي ايه هي الأعمال المنفذة وإيه هي الأعمال التي لم يتم تنفيذها؟ وبالتالي لو انت خلاص مضطر تنهي العقد من انتهاء المشروع لأي سبب هتحاسب المقاول ده على ما قام بتنفيذه وان يكن يعني نسبه وتناسب. لان انت مش معقول هتقول انت ما عملتش ولا حاجه ومش معقول تديله قيمه كامله. فاكيد هيبقى فيه نسبه وتناسب. مهندس زين اللي حضراتكم حابين تقول انا الجزء الخاص بروح الماتيريال للمحاضرات باللغم. والله يا باشمهندس رشوان انا يعني شخصيا ما عنديش مشكله، احنا بس عملنا الكيس النهارده كده عشان كان في ظرف للمهندس احمد، فبعد كده لو المهندس احمد موجود معانا وفوضك في الحته دي مفيش مشكله، بس يعني هو ده دوره يعني ممكن ساعتها لو مش متاح نبقى نشوف الدنيا. انا شايف ان البي ام اي لم يعطي العقود حقها ويجب ان تكون منفصله عن البروكيرمنت. بص هي يعني تكون منفصله عن البروكيرمنت انا لا اتفق معاك في هذه الجزئيه، ولكن ما اداش حقها هنا تختلف الاراء. انا واحد من الناس شايف ان البي ام اي معمول لكل انواع المشاريع ولكل احجام المشاريع. وبالتالي هو لو دخل في الموضوع ده وتعمق هيبقى بيدي لناس احجام مشاريع ممكن تكون صغيره بيديها حاجات مش محتاجاها. وبالتالي التوجه في المشاريع ليه مجال، اللي عايز يزود يزود. طيب 43 ممبر تيل ناو، اوكي. طيب انا معاكم يا جماعه لو في اي اسئله. انا ما زلت معاكم لو في اي اسئله. القيمه المكتسبه، انت هنا بتتكلم عن الكاست صح ولا انا؟ باشمهندس تامر احنا فاضل لنا ان شاء الله نص البروكيورمنت المره الجايه المحاضره الجايه، المحاضرتين اللي هيبقوا بعدها في الانتجريشن، وبعد كده هيكون عندنا الجزء بتاع الايثكس والتحضير للامتحان وكيفيه عمل الريجستريشن واي اسئله بعد كده نقدر نظبطها مع بعض هناخدها. طيب احنا قلنا القيمه المكتسبه دي يا باشمهندس احمد الحسيني قلناها في الكوست، قلنا الايرنت فاليو في الكوست، يعني انت محتاج ايه بالظبط؟ محتاج نعيد الجزء ده ولا ايه السؤال؟ شكرا باشمهندس تامر. طيب ايه السؤال بتاع حضرتك باشمهندس احمد الحسيني؟ طيب طريقه حساب القيمه المكتسبه بالنسبه للمالك في عقود الاي بي سي. طب معلش وضح لنا بس تقصد ايه بالاي بي سي، ممكن يكون الترمينولوجي او الريفيجن ده ما عداش عليا. اتفضل دكتور معمر بألف سلامة يا فندم، شكرا لحضرتك. دو جرين بوك كيو ان اي از ا جود سورس فور اكزام بريبريشن. المقصود ايه بالجرين بوك ده؟ اللي هو الهيد فيرست ولا ريتا ولا تقصد ايه بالجرين بوك؟ عقود اللام سم الايرنت فاليو بتاعتها. بص في حالة العقود اللام سم انت كاونر مش محتاج تحسب ايرنت فاليو، لان انت راجل متفق على بنود وعندك شروط. انت ممكن تبقى كاتب هو لام سم وفيكسد برايس، بس بشرط يوم كذا تكون خلصت كذا ويوم كذا تكون خلصت كذا. هي دي النقط اللي انت هتتابعها، ايه اللي مكتوب عندك في العقد. غير كده ما تشغلش بالك بالايرنت فاليو لانك عامل فيكسد برايس كونتراكت. اخر ما تاخرش، عمل ما عملش انت ليك تاخد شغلك ومش هياخد اكتر من المبلغ ده.
engineering and procurement, engineering procurement and construction. تمام. engineering procurement and construction. تمام. هو ما عداش فعلا عليا الترم ده قبل كده. وهل ده المقصود فعلا بيه ال fixed price؟ تمام. what about unit price contract؟ ما هو ده التايم اند ماتيريال يا باشمهندس محمد سليمان. احنا قلنا في التايم اند ماتيريال انت حضرتك بتحدد سعر اليونت او سعر الايه؟ التايم يونت. تمام. وبعدين بتبتدي في ايه؟ تحاسب على احنا عندنا دايما جمله مشهوره بتقول لك العقل شريعه المتعاقد. حضرتك ما جبتش سيره القصه دي اصلا في العقل فاكيد هتبقى مشكله. المفروض انت كراجل مدير مشروع يعني مش عندك خبره وعدى عليك حاجات كتير ما تسيبش نقطه مش محسومه. هتقول اكيد لو حصل نوع من انواع الزياده ايه اللي هيحصل فيه؟ يعني لازم تحسم حتى النقطه دي. لو ما قلتش هتدفع طبعا كل حاجه. ثانك يو مهندس احمد. مهندس محي ما تنساش تجاوبني. طب معلش فكرني والله غصب عني يا جماعه يعني التمثيل الوزاري انا ممكن اكون من كتر الحاجات بنسى. فشوف انت يعني عايزني اجاوبك على ايه وقول لي بس. خيرين. انا مش نسيب مش نسيب والله. المهندس محمد بيقول هل في بند اضافي في العود لو بعمله مختلفه؟ معلش ما فهمتش سؤالك يا باشمهندس محمد. يا ريت بس توضحه شويه. لو بعمله مختلفه. هل في بند اضافي في العود لو بعمله مختلفه؟ يعني ايه مختلفه؟ تقصد عملتين في نفس الحاجه انت لازم تشتغل بعمله واحده. تمام؟ الا اذا كنت حضرتك بتعمل مشروع بيتنفذ يعني هو المشروع نفسه مترامي الاطراف موجود في اكتر من بلد. وفي الحاله اللي زي دي هتعمل مع الموردين بتوع البلد دي بالعمله بتاعتهم. الموردين بتوع البلد دي بالعمله بتاعتهم. بس في النهايه انت كاداره مشروع وكوثائق ودوكيمنت هتشتغل بعمله واحده بانك تحول العمله بتاعت بلد كل بلد لعمله انت ستاندرد معتمد عليها. يعني نفترض مثلا ان انت بتتكلم بالدولار. اوكي. هروح مصر اتعاقد مع الموردين هناك بالجنيه، وهروح السعوديه اتعاقد معاهم بالريال، وهروح الامارات اتعاقد معاهم بالدرهم وهكذا. بس في النهايه هحول الارقام دي لدولار عشان وانا بحط في الوثائق بتاعت المشروع ابقى ماشي بعمله واحده. ان انا في النهايه عملت عقد ب 100,000 في مصر بس ده يوازي عندي حوالي 6,000 دولار. يبقى انا عملت عقد ب 6,000 دولار. ولكن العقد اللي انا ماضيه هناك ب 100,000 جنيه. التغيير في قيمه العمله التغيير في قيمه العمله بقى يعني هنا انت في النهايه لا بتتفق على سعر او على ارقام محدده. الحاجه اللي مسموح لك بان انت تبقى يحصل فيها تغيير هي اسعار الخامات اكوردنج للاسعار المعلنه من الجهه المنوط بها ذلك. يعني في مجال الكونستراكشن بيكون في اسعار بيتم اعلانها تقريبا نشره اسعار شهريه بتنزل للمشاريع اللي شغاله وبقى لها فتره كبيره عشان هي دي الاسعار اللي هيتم المحاسبه عليها الشهر ده. ربنا يبارك لك مهندس ياسر. مش هتقدر تضمن سعر ثابت للتحويل دي يا باشمهندس مكتب. مفيش سعر ثابت لتحويل العمله لان انت غصب عنك نيجي مزاجك العمله بتتحول. لكن انت بتتكلم على الماتيريال ممكن اسعارها تتغير لكن انت لما بتتفق مع حد بتتفق على حاجه واحده بعمله واحده. لا اكتر من اقل من 8 يا باشمهندس محمد. يعني انا فاكر في بند في بعض العقود انه يحق للمقاول طلب اي زياده في الاسعار طالما لم تطلب زياده من الحكومه على اسعار المواد الاساسيه في اسمنت الحديد. جميل جدا الموضوع اللي انا بقوله. بصوا يا جماعه انت ناوي تعمل العقد بتاعك ايه؟ العقد اللي انت بتقول عليه ده يا باشمهندس محمد عبد المنعم هيكون اكيد عقد فيكسد مش فيكسد انسنتيف. فاهم؟ لو فيكسد انسنتيف ماشي لما فيكسد بس خلاص. المهندس احمد مصطفى بيقول ان هو شغال في مشروع قيمه المشروع زادت بنسبه كبيره والعقد كوست بلس والمرجعيه عقد الفيزيك هذه زياده ناتجة عن عدم وضوح السكوب وانا منتهى التصميم وهذا يؤكد ان الريسك كان على المالك. هو دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول ان المالك فعلا الريسك كان عليه كله في حاله ان هم استخدموا كوست بلس. الراجل بيضرب لنا مثال عملي فعلا من ان هو شاف الكلام ده.